بسم الله الرحمن الرحيم. بكمل في الشانلز، ده الجزء الثالث. النهارده بقى البدايه الفعليه بالظبط للشانلز. كل اللي فات ده كان تسخين، كنا بنسخن مع بعض. ماشي، عرفتك التسلسل بتاع الشانلز عامل ازاي، لوجيكال وفيزيكال. فيزيكال معناها ايه الشانل بنقل عليها، لوجيكال هي ايه الانفورميشن نفسها. الانفورميشن نفسها اللي هي اللوجيكال شانلز ممكن تتقسم على انها الترافيك شانلز و الكنترول شانلز. ترافيك شانل معروفة، يعني معناها معاك شانل تي سي اتش. تي سي اتش يعني فول ريت او هاف ريت. لو كنترول شانلز قسمتها لك المرة اللي فاتت بالايه، بالمنظر ده. خلاص، قلت لك كده احنا عندنا برودكاست شانلز، وفي عندنا كومن كنترول شانلز، وفي عندنا ديديكيتد شانلز. النهارده هتكلم على البرودكاست شانلز. البرودكاست شانلز قلنا ان هي كلها ايه، الدايركشن بتاعها كلها داون لينك. يعني ايه داون لينك؟ يعني المحطة هي اللي على طول عمالة تبعت في الداون لينك للموبايلز اللي موجودة هنا كده في السيل. الشانلز دي بتاعت البرودكاست شانلز اللي هما 3 شانلز دول، اللي هما البي سي سي اتش، الاف سي سي اتش، والاس سي اتش. طيب، فايدة البرودكاست شانلز بشكل عام، التلاتة دول يعني فايدتهم بشكل عام ان هي بتبروفايد اليوزرز بمعلومات هم محتاجينها عشان يعرف يشتغل ازاي في السيل دي. ليه؟ لان انت عندك السيلز مختلفة. تمام، السيل دي بتشتغل بشكل معين، السيل دي بتشتغل بشكل معين. يعني مثلا ممكن يكون عندك سيل فيها فريكوينسي هوبينج. فاكر الفريكوينسي هوبينج؟ اللي هو ان اليوزر بينط على كذا فريكوينسي. تمام، طيب الفريكوينسي هوبينج ده نفسه لو هو موجود في السيل بيشتغل ازاي؟ يعني ابتدي باني فريكوينسي، وبعدين انط اروح لاني فريكوينسي، اهوب على اني فريكوينسي، وبعدين اروح لاني فريكوينسي، وبعدين ارجع لمين واروح لمين. تمام، اللي هو ازاي الفريكوينسي هوبينج نفسه يشتغل. تمام، فتلاقي الموضوع ده في السيل دي بشكل، والسيل التانية بشكل، والسيل دي بشكل. طيب السيل ديت مثلا فيها مجموعة من الفريكوينسي انت بتشتغل عليهم، هتعرف منين؟ طب السيل ديت مثلا المفروض انت تبعت فيها بباور كذا، تعرف منين؟ تختلف عن سيل تانية. فهمت؟ فعشان انت عندك سيلز كتيرة وكل سيل بتشتغل بدماغ، فكان لازم حد يعرفك الدماغ، كان لازم حد يعرفك هي الطريقة اللي هتشتغل بيها السيل ايه. طيب يبقى استفتاح كده، لما تيجي تدخل السيل ديت اول حاجة لازم تعرفك بنفسها. تعرفك بنفسها يبقى انت محتاج تعرف ايه، محتاج تعرف دول على طول. هتدخل اي سيل لازم تقرا دول، هتقرا دول كلهم، هتستنتج منهم حاجتين. اول حاجه معلومات، تاني حاجه انك تعمل سينكرونايزيشن مع السيستم. خلاص، يبقى البرودكاست انفورميشن دي بغض النظر من الشانل اللي احنا هنتكلم عليها، وظيفتها كلها تعمل لك حاجتين: بتدي لك معلومات، بتمدك بمعلومات انت محتاجها عن السيل دي وعن السيستم بشكل عام، بلس ان انت بتعمل سينكرونايزيشن مع السيستم، لان انت لازم تبقى سينكرونس مع السيستم. كويس، طب تعالى بقى كفايه رغي، تعالى نتكلم على الشانل دي الاول، بي سي سي اتش، ثم ننتقل للاف سي سي اتش، ثم ننتقل للاس سي اتش. وبعد ما اخلصهم كلهم هقول لك بالظبط الترتيب الصحيح المفروض الموبايل يبدا يقرا ايه الاول، ثم ايه، ثم ايه، يعني مين فيهم الاول ثم ايه ثم ايه. تمام، طيب تعالى على اول واحده اليمين، بي سي سي اتش. اول واحده اللي هي بي سي سي اتش، دي اختصار لايه؟ اختصار لبرودكاست كنترول شانل. برودكاست كنترول شانل يعني هي الشانل المعلومات اللي متشال عنها، متشال عليها كنترول، وطبيعة الكنترول دي ايه؟ برودكاست. يعني عندك تايم سلوت ما، تايم سلوت ما شايلة معلومات طبيعتها برودكاست، وطالما هي برودكاست فهي اكيد كنترول. خلاص، فدي كلها معلومات ايه، برودكاست. طيب البي سي سي اتش ديت، البي سي اتش ديت داون لينك شانل. وكمان حاجه، دائما وابدا، دائما وابدا بتتبعت على تايم سلوت زيرو. ايه ده؟ يعني انت محدد مكانها؟ اه محدد مكانها. يعني انت مش، احنا عندنا الفريم على اي فريكونسي،
مش 8 تايم سلوتس، تايم سلوت 0، تايم سلوت 1، تايم سلوت 2 لحد 7. اهو احنا بقى جينا على تايم سلوت 0 وخلاص ثبتنا ان البي سي سي اتش شانل دي بتتبعت عليه على تايم سلوت ايه 0. بس خد بالك لو انا مثلا عندك في السيل كان في كذا فريكونسي في الداون لينك، وده طبيعي احنا لما بنيجي نغطي السيل، لما بنيجي نغطي السيل كده عندك هيت سيل هيت مثلا في الداون لينك مش بنغطي بفريكونسي واحد، بنحط مثلا اف 1 اف 10 اف 20 مثلا، يعني اف 30، يعني في كذا فريكونسي. طيب اشمعنى كذا فريكونسي؟ عشان عندك كاباسيتي معينه. طيب هل مثلا كل الفريكونسيز داون لينك كلهم داون لينك، هل كلهم وهم موجودين مع بعض في نفس السل هل كلهم ببعت على تايم سلوت 0 منهم في الفريكوينسي بتاعهم ببعت البي سي اتش شانل؟ لا، هو كارير واحد منهم بس، هو كارير منهم واحد بس، هو فريكوينسي واحد منهم بس، فريكوينسي واحد فقط، يا اما في واحد يا اما في اتنين يا في 10. تمام، دي طبعا الناس بتاعت البلاننج هي اللي بتحطها، هي اللي بتختارها خلاص. فالمهم انت عندك بس ايه، طالما دي وان سيل يبقى هي وان سيل بيشتغل فيها كذا فريكونسي، لكن انا بختار فريكونسي واحد فقط منهم هو اللي ايه، هو اللي بيكون مبعوت عليه التشانلز دي. يعني بمعنى ايه، يعني سي مثلا اف 1 ده، اف 1 ده انا اخترته هو اللي يتبعت عليه البيس اتش شانل كويس. طيب هل اف 10 واف 20، هل اف 10 واف 20 لو جيت اسمع عليهم البي سي اتش شانل هسمعها؟ يعني لو انا ايه، انا ريسيفر بستقبل وعاوز اسمع المعلومات دي، هل لو انا بتيون نفسي از ريسيفر على تايم سلوت 0 على الفريكونسيز اللي هي اف 10 واف 20 هسمع المعلومات دي؟ لا مش هتسمعها، لان مش مبعوت عليها اصلا. هي يعني مبعوت على ايه، على كارير واحد فقط اللي هو اف 1. يبقى انت بتايدنتيفاي السيل او بتعرف السيل، بتعرف السيل بفريكونسي واحد ينوب عن كل دول. تمام، تاني يبقى انت لما تيجي تبعت البرودكاست انفورميشن بتبعتها على وان كارير فقط. ماشي، افهم من كده ايه بقى، افهم من كده انك لما تحب تميز سيل عن سيل بتميزها بفريكونسي اللي متشال عليها معلومات البيس اتش. ليه بقول الكلام ده؟ لان انت عندك سيلز كتيره صح، وكلهم جيران لبعض، يعني السيل دي جنب السيل دي جنب السيل دي جنب السيل دي. طب انا عاوز اقول على سيل وميزها واقول السيل ده اهي والسيل دي والسيل دي، فانت بتميز كل سيل بفريكوينسي مبعوت عليه البرودكاست انفورميشن بتاعته المميزه لهذه السيل. تمام، وكلهم على تايم سلوت 0، كلهم على تايم سلوت 0، ما هم ديفرنت سيلز بديفرنت فريكوينسيز، مفيش مشكله فيها دي. تمام، عندك السيل الاولى بتبعت مثلا البيس اتش بتاعتها على تايم سلوت 0 على اف 1، السيل اللي جنبها بتبعت البيس سي اتش بتاعتها على تايم سلوت 0 برضو بس على اف 50، والسيل جارتها اللي جنبها بتبعت برضو البيس اتش بتاعتها برودكاست انفورميشن بتاعتها على تايم سلوت 0 برضو بس على اف 80. كاريرز مختلفة، ما احنا عارفين هتحط سيلز جنب بعض يبقى انت الفريكوينسي بلان بيجبرك ان انت ما تعملش انترفيرنس، فانت كده كده مميز كل سيل بفريكوينسي مختلف عن التاني كويس. طيب لكن داخل السيل الواحده نفسها انت بتبقى مغطي بكذا فريكوينسي، لا انت مش بتبعت البرودكاست انفورميشن عليهم كلهم، انت بتختار فريكوينسي واحد فقط، والفريكوينسي الواحد فقط ده هو المميز لكل السيل دي، وهو ده واجهه السيل، هو ده بالنسبه لك السيل، هو ده اللي انت بتتعامل معاه في كل حاجه، هو الفريكوينسي ده مش مع كل دول، مع ده بس لو انت اخترت ان هو ده بس اللي يكون بيبعت عليه بس اتش انفورميشن. وبالمناسبه الفريكوانسي اللي بيتبعت عليه برودكاست انفورميشن احنا بنسميه اسم كده تاني، الفريكوانسي اللي احنا بنبعت عليه البي سي سي اتش شانل بنسميه اسم ايه، هو بنسميه الفريكوانسي ده بنسميه بي سي سي اتش فريكوانسي، بي سي سي اتش فريكوينسي. يعني اف 1 ده، اف 1 ده بي سي سي اتش فريكوينسي. طب اف 10 اف 20 لا ما هماش بي سي اتش فريكوينسي. تمام، ما هماش بي سي اتش فريكوينسي. طب هما ليه ما ينفعش يطلق عليهم بي سي اتش فريكوينسيز؟ لان ببساطه مش بيتبعت على تايم سلوت 0 منهم، مش بيتبعت على تايم سلوت 0 منهم البي سي اتش انفورميشن،
يبقى الفريكوينسي اللي بيتبعت عليه البي سي اتش انفورميشن اسمه البي سي اتش كاريرز. طب التانيين دول ما لهمش اسم، هما صحيح ما بيتبعتش عليهم برودكاست انفورميشن صح، بس هما ما ينفعش نطلق عليهم اسم، ليهم اسم. الفريكوينسيز التانية دي الاتنين دول اسمهم عندنا، اسمهم عندنا تي سي اتش فريكوينسيز، اسمهم كده اسمهم تي سي اتش فريكوينسي. يعني ايه فريكوينسي يطلق عليه تي سي اتش فريكوينسي؟ يعني فريكوينسي مش بيتبعت عليه برودكاست انفورميشن، سيمبل سهله. يبقى الكارير اللي بيتبعت عليه برودكاست انفورميشن احنا بنسميه بس اتش فريكوينسي. الكارير الكاريرز اللي ما مش بيتبعت عليهم برودكاست انفورميشن احنا بنسميهم ايه؟ بنسميهم تي سي اتش فريكوينسي. انت قدام في المابنج لما اشرح مابنج بعد ما اخلص شرح تشانلز في المابنج هاجي اقول لك ان انت مش كل التايم سلوتس بتاعت الكارير بتبعت عليهم ترافيك، مش بتبعت عليهم تي سي اتشز، لا ده احنا بنحدد تايم سلوتس معينه تشتغل تي سي اتشز، وتايم سلوتس التانيه خلاص مخصصينها كنترول فقط، بس مش هينفع يتبعت على حاجه غير كده تمام. منهم مثلا تايم سلوت زيرو، واخد بالك؟ فركز بقى من دلوقتي عشان الموضوع جد. فيبقى تاني انت عندك الفريكونسيز اللي موجوده في السيل بتاعتك تمام، الفريكونسيز دي هتبقى هيطلق عليها اسم من الاثنين، انا بتكلم طبعا على الداون لينك، يا اما الفريكونسي بتاعك احنا خصصنا ان هو يتبعت عليه البرودكاست انفورميشن ومفيش غيره هيتبعت عليه البرودكاست انفورميشن في السيل دي، فيبقى كده اسمه بي سي سي اتش فريكونسي. ما عدا هذا داخل هذه السيل فالفريكونسيز الثانيه اللي داخل نفس السيل بخلاف هذا البي سي سي اتش فريكونسي اسمهم تي سي اتش فريكوينسي. فيبقى انت عندك جزئين بي سي اتش فريكوينسي وتي سي اتش فريكوينسي، اتفقنا؟ خلاص. طيب افهم كمان حاجه، ان كل سيل مميزه ببي سي اتش فريكوينسي، كل سيل مميزه ببي سي سي اتش فريكوينسي، فانت ما ينفعش تحط داخل نفس السيل تو فريكوينسيز يشيلوا نفس البي سي اتش انفورميشن، مفيش الكلام ده. في سلايه فيها فريكونسي واحد فقط، الفريكونسي ده لازم يكون مبعوث عليه البي سي اتش فريكونسي لان مفيش غيره. خلاص فهمت؟ طيب يبقى البي سي اتش انفورميشن بتتبعت دائما وابدا، خد بالك احنا الكلام اللي بنقول عليه كلام ثابت اهو، تايم سلوت زيرو، بس تايم سلوت زيرو على انهي فريكونسي بقى؟ مش احنا بنقول دايما ان انت لما تبعت انفورميشن لازم تحدد للشانل، فالشانل عندنا في الجي اس ام عباره عن تايم سلوت على فريكونسي. طيب احنا عرفنا التايم سلوت اللي هي تايم سلوت زيرو، طب الفريكونسي؟ الفريكونسي بتاعك هو البي سي سي اتش فريكونسي اللي انت تختاره بقى، اف 1 اف 10 اف اي فريكونسي، يعني مش على التي سي اتش فريكونسيز، لا مش على التي سي اتش فريكونسيز تمام. طيب حلو قوي. طيب بشكل عام بقى، بشكل عام اصلا البي سي اتش انفورميشن دي فايدتها ايه بشكل عام خالص كده؟ فايدتها ان هي بتمد اليوزرز في السيل دهيت ب سيل اند سيستم انفورميشن، سيل اند سيستم انفورميشن يعني ايه؟ معلومات عن السيل دي تحديدا اللي انت فيها، فيها فريكوينس هوبنج ولا ما فيهاش، ولا فيها فريكوينس هوبنج شغال ازاي ومش عارف ايه الكلام ده كله، حاجات كتيره بقى خلاص. وبشكل عام معلومات عن السيستم كله كجي اس ام سيستم تو جي سيستم كويس. طيب ممكن نيجي نقول بقى بعض معلومات اللي انت لما تسمع التشانل دي هتقوم تتحصل عليها، ممكن نقول اكزامبلز بس عشان تفهم. خد بالك انا منقل اكزامبلز عشان الاكزامبلز مقصود عشان السيناريوز اللي بعد كده. البي سي اتش شانل دي السيستم انفورميشن اللي بتتشال عليها بتتشرح بالتفصيل في كورس الاوبتمايزيشن بالتفصيل. انت عندك البي سي اتش ديت بتشيل سيستم انفورميشن مسجز، سيستم انفورميشن مسجز هما بقى كذا واحده، فهو مثلا ممكن يعمل ايه؟ يجمع لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان مثلا تعمل هاند اوفر. ما هو الموبايل عشان يعمل هاند اوفر بروسيس، ما هي بروسيس لا خطوات، مش من دماغه، لا ده احنا بنتحكم فيه، احنا بنبعت له المعلومات في الداون لينك اللي هو يوم ما يحتاج يعمل هاند اوفر يستعين بيه.
طب مثلا الموبايل حب يختار سل، فاحنا بنبعت له المعلومات اللي هو يوم ما يحب يختار سل ايه يختار بيها. طب موبايل مثلا عايز يسجل اللوكيشن اريا، فاحنا نبعت له اللوكيشن اريا بتاعته. فهمت؟ طيب فالسيستم انفورميشن مسجز كتيره ومتجمعين في جروبس. يعني مثلا ايه، انت مثلا عندك المعلومات اللي الموبايل محتاج عشان ياكسس السيل كذا وكذا 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 وكذا، هم مجمعهم لك كده في ايه، في رساله واحده اسمها مثلا سيستم انفورميشن 5، سيستم انفورميشن 6، سيستم انفورميشن، سيستم انفورميشن 2، اي حاجه، انا بقول اي حاجه دلوقتي. خلاص يبقى الموبايل فاهم ان هو يوم ما يحب يستعين بمعلومات عشان ياكسس السيل يروح على سيستم انفورميشن 1 عشان جواه شويه معلومات هو محتاجه. مثلا محتاج يعمل سيل سيلكشن، هيروح للسيستم انفورميشن 2، هيروح مثلا عاوز يعمل كذا يروح لسيستم انفورميشن كذا. فانت عندك في كذا سيستم انفورميشن، تمام، بيتبعتوا بقى بشكل بيريودك كده للموبايل. يعني ايه، هبعت لك دلوقتي انا على البي سي اتش شانل المعلومات اللي انت لما تحب تاكسس عليه، هبعت لك المره الجايه على فريمز تانية يعني المعلومات اللي انت محتاجها عشان تعمل كذا، هبعت لك المره الجايه في فريمز تانية المعلومات اللي محتاجها عشان تعمل كذا. فهي مجموعة من السيستم انفورميشن، ده اللي عاوز اوصله لك يعني. فانت عندك مجموعة من السيستم ايه، انفورميشن، خلاص ليها ارقام، سيستم انفورميشن 1، سيستم انفورميشن 2، وهكذا. وخلي بالك الكلام اللي بحكي لك عليه ده موجود 2G، موجود 3G، موجود 4G، موجود 5G، موجود في كل حتة، لان لا غنى عنه. عشان تعرف السيل دي شغالة ازاي لازم هي اللي تقول لك. كويس؟ طيب فتعال اقول لك بعض امثلة من الحاجات اللي الموبايل بيعرفها لما يسمع البي سي اتش شانل. خلاص، بعض، انا بقول لك بعض اكزامبلز. فاول اكزامبل عندنا، اول اكزامبل عندنا للمعلومات اللي انت تسمعها البي سي اتش حاجه اسمها سي جي اي. قلنا قبل كده دي، قلناها والله، عارف امتى؟ لما كنت بشرح لك السيم كارد والمعلومات اللي بتتخزن جوه السيم كارد، فكتبت لها حاجه اسمها سي جي اي وقلت لك لو سمحت هيجي ميعادها ونشرحها، صح؟ ميعادها سي جي اي اختصار ل سيل جلوبال ايدنتيتي. كالعاده بقى ايدنتيتي يعني ايه؟ اي دي، زي الام زي، زي التيم زي، زي اي اي دي في الدنيا اي دي. طب الاي دي ده عشان يميز مين، يعرف مين؟ عشان يعرف السيل، بس هيعرف السيل بشكل جلوبال. يعني ايه بشكل جلوبال؟ يعني مفيش تو سيلز على وجه الارض ليهم نفس السي جي اي. ده بقى معنى كلمه جلوبال او انترناشونال. لما تلاقي حاجه جلوبال او انترناشونال اعرف على طول ان مفيش حاجه زيها، مفيش حاجه نفس الاي دي. طيب احنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل سلايه تبقى ايدنتيفايد، تمام. طبعا السي جي اي والحاجات دي بتستخدم في الفور كونفيجريشن وبتستخدم في حاجات تانية. يعني مثلا الموبايل بواسطة المعلومات اللي داخل السي جي اي بيقدر ان هو يعرف يسلكت النتورك بتاعته. مش قلت لك المرة اللي فاتت الموبايل لما بيجي يفتح بيختار، بيعمل حاجة اسمها بي ال ام ان سيلكشن. بي ال ام ان سيلكشن يعني ايه؟ يعني بيختار البي ال ام ان بتاعته. طب بيختارها بناء على ايه؟ بيختارها بناء على المعلومة اللي متسجلة جوه السيم كارد، تمام، وبناء على المعلومه اللي هو بيسمعها من السل بيقارن الاتنين ببعض. اللي مصنع السيم كارد بتاعتك فودافون وانت شاريها من فودافون، فهو بيطبع عليها السيم كارد دهيت بتاعت فودافون. طيب يعني ايه بتاعت فودافون؟ اعرفها ازاي دي بتاعت فودافون؟ فليها اي دي، تمام. طيب فلازم تنكلود جواها كود الدوله وكود الشبكه. طب كود الدوله اللي هو كام؟ اللي هو كود مصر اللي هو 602، وكود الشبكه اللي هو كام؟ فودافون واخده الكود اللي هو 02. فاللي صنع السيم كارد اللي هو فودافون حط فيها معلومه ثابته ان السيم كارد دي 602.02 اللي هو الام سي سي والام ان سي، انا ما بقولش كلام جديد، اللي هو كود الدوله وكود الشبكه، خلاص 602.02. فانت كموبايل بتفتح، كنت قافل وبتفتح، فاول حاجه بتعملها ايه؟ بتختار بي ال ام ان، بتختار شبكه، تختار فودافون ولا اتصالات ولا اورنج ولا ايه بالظبط، خلاص. طب عايز تختار فودافون، فانت محتاج تسمع سيل من السيلز الكتيره اللي انت شايفها دي بتبعت لك معلومه تقول لك انا فودافون اختارني لو عايز تختارني، وفي سيلز تانية بتبعت لك تقول لك انا اتصالات، فانت لما تسمع انا اتصالات ترفضها ما تختارهاش. ليه؟
لان المعلومه اللي عندك على السيم كارد بتاعتك بتقول انك فودافون، فانت محتاج سيل تقول لك انا فودافون. طب هتعرفها ازاي؟ هتعرفها من دي. خلاص، انت محتاج معلومه تقول لك، محتاج معلومه تقول لك كود الدوله وكود، محتاج سيل تقول لك معلومه اسمها كود الدوله وكود الشبكه زي ما هما مكتوبين عندك على السيم كارد اصلا، زي ما اللي مصنع السيم كارد عامله. فهمت؟ فهمت ايه فايده انك تعرف الكلام ده؟ طيب السي جي اي مكون من ايه؟ يعني هو كايدنتيتي عامل ازاي؟ السي جي اي مكون من ايه؟ من حاجه اللي هي الام سي سي اللي هو كود الدوله، ماشي، ام ان سي كود الشبكه، حاجه اسمها لاك، وحاجه اسمها سي اي. شايف الاربع مقاطع دول مع بعض جنب بعض كده كلهم على بعض كده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه سي جي اي. يبقى السلايه دي، السلايه دي ليها سي جي اي غير السلايه اللي هنا، لا سي جي اي مختلف، سي جي اي 1 مثلا، دي سي جي اي 2. تمام. طيب كود الشبكه، كود الدوله احنا عارفينه اللي هو 602، انا بتكلم طبعا على مصر، ماشي، اللي هو موبايل كانتري كود. موبايل نتورك كود اللي هو كود الشبكه، بتكلم مثلا سي على فودافون كاكزامبل 02. طيب ايه اللاك؟ اللاك ده اختصار للوكيشن اريا كود، ماشي، بيبقى عادة 5 ديجيتس، خمس ارقام يعني. تمام، لوكيشن اريا كود اللي هو السلاية دي تبع انهي لوكيشن اريا. مش احنا بن بن مش انا عمال اقول لك لوكيشن اريا 1، لوكيشن اريا 2، لوكيشن اريا، صح؟ طيب ما هو في الاخر ليها رقم يعني، فهو السلايه دي تبع لوكيشن اريا معينه، فده ده الكود بتاعها، لوكيشن اريا كود. طيب السي اي، كلمه سي اي معناها سيل ايدنتيتي. وبعدين بقى في اللخبطه اللي انت ملخبطها لنا دي، طب ما هو ايه الفرق بين السي اي والسي جي اي؟ السي اي عشان تتعامل انت ناشونالي، يعني جوه نفس الاوبريتور، يعني لما تيجي تميز السيل دي عن السيل دي هتميزها بايه؟ هتميزها بالسي اي، لان هما الاثنين تبع نفس الاوبريتور، فاكيد مشتركين في الام سي سي والام ان سي، ممكن يكونوا مشتركين في اللاك. فانت داخليا لما تيجي تميز السيل عن التانية تميزها بالايه؟ بالسي اي. تمام، اللي هو برضو عادة بيكون ايه؟ بيكون خمسة ديجيتس. تمام، خمس ارقام. فالسيل دي مثلا خمسة 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 خمسة، والسيل دي خمسة 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 أربعة، والسيل اللي وراها خمسة خمسة خمسة. تمام. طيب فالمهم يعني ان السلاية ديت انت بتقول لها انت السيل دي، تفسير السي جي اي يعني، السلاية دي بتقول لها انت الكود بتاعك داخليا كذا، وانت محطوطة جوه لاك كذا، جوه لاك يعني جوه الكويشن اريا معينة، وانت تبع فودافون وانت تبع مصر. اه، ده فلسفة السي جي اي، كويس. فطيب فالموبايل بيعرف خلاص السي جي اي من الايه، من المعلومات دي، يعني البرودكاست انفورميشن بتتبعت له فيها المعلومه دي كده على بعضها كده، ماشي، فيها بيعرفها الام سي سي والام ان سي واللاك والسي اي، وبيخزن ده فين؟ وبيخزن ده عنده في السيم كارد كمعلومات، ايه السي اي بتاعتي ايه واللاك بتاعتي ايه، والام سي سي والام ان سي طبعا متخزنين كده كده، كويس. فهو بيخزن ايه؟ بيخزن اللاك وبيخزن السي اي، كويس. فده خلاص كده، هو ده كده بالنسبه له دي ايه؟ السي جي اي. طيب بما ان انا جبت سيره الكلام ده، تعالى بقول لك ايدنتيتيز ثانيه ريليتد بالموضوع ده. تعالى اقول لك ايدنتيتيز ثانيه ريليتد بالقصه دي. في عندنا حاجه اسمها بي ال ام ان اي دي، اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن الام سي سي والام ان سي. يعني مثلا لما تيجي تقول ايه شبكه فودافون، شبكه الجي اس ام بتاعه فودافون، البي ال ام ان بتاعتها ايه؟ البي ال ام ان بتاع البي ال ام ان اي دي بتاعها عباره عن 602.02، وهو ده اللي بيدور عليه الموبايل لما بيجي يختار بي ال ام ان. هو بيدور على سيل تبعت له تقول له ايه انا 602.02. لو سمع سيل برودكاست انفورميشن بتاعتها 602.01 مش هيختارها، لان هي مش زي اللي مكتوب عنده في السيم كارد. تمام، هو محتاج حد في البرودكاست انفورميشن يبعت له الكلمتين دول. طيب في كمان حاجه اسمها
اسمها لوكيشن اريا ايدنتيتي، اللي هي ال اي اي. فاكر دي كتبت لك امتى؟ في السيم كارد ميموري برضو. ال اي اي اللي هو اللوكيشن اريا ايدنتيتي، اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الام سي سي والام ان سي واللاك، اللي هم اول ثلاث مقاطع دول، اول ثلاث مقاطع دول على بعض دي اللوكيشن اريا ايدنتيتي، اللي هي يعني عشان يدي للوكيشن اريا ايدنتيتي جلوبال. ما هو انت بص، اول ما تدخل كود الدولة على طول افهم ان انت بتتكلم على ان اللوكيشن اريا ديت مميزة في العالم كله، تمام؟ انما لما تستخدم اللاك فهو هنا انت مش قلقان من حاجة، لان انت داخل نفس الاوبريتور، فانت مش خايف من حاجة. هي السيل دي لو الراجل بتاع الكونفيجريشن حاطط السيل دي في لوكيشن اريا 5، فهو اكيد مش هيحطها كمان في لوكيشن اريا 6، خلاص. فاللوكيشن اريا دي بقت مميزة بلوكيشن اريا 5، تمام؟ والسيل الاخرى اللي جنبها يا اما معاه يا اما في لوكيشن اريا مختلفة. فساعتها هما الاتنين مش فارق معاهم ايه الام ام سي سي والام ان سي، لانهم داخل نفس الدولة وداخل نفس الاوبريتور. انما لما تيجي تتكلم على السيل دي مقارنة بأي سيل تانية في العالم كله، لا، لازم تستخدم مين؟ اللوكيشن اريا ايدنتيتي، اللي هو الرقم ده كله على بعضه. فهمنا الفكرة؟ يعني انك بتتعامل داخل نفس الاوبريتور ولا بره انترناشونال بس، يعني كويس. فانت كده عندك كام ايدنتيتي؟ كده تلاتة هم، سي جي اي اللي هو ده كله على بعضه، البي ال ام ان اي دي اللي هو الام سي سي والام ان سي، اللوكيشن اريا ايدنتيتي اللي هي دي على بعضها. فالموبايل وانس ان هو مسجل دي اللي هو اللوكيشن اريا ايدنتيتي دي، مسجلها اتغيرت، هيقوم يعمل ايه؟ يعني موبايل كان مسجل المعلومه دي معينه، اي معلومه مسجلها بشكل معين، اتحرك من السيل دي دخل السيل دي مثلا، فالسيل ديت تبع لوكيشن اريا ايدنتيتي مختلف، دي مثلا تبع لوكيشن اريا 1، دي مثلا تبع لوكيشن اريا 2. فلما هيدخل هنا هيسمع البرودكاست انفورميشن، فتقول له ان انت في لوكيشن اريا مختلف، يعرفها ازاي من دي؟ فساعتها الموبايل يدخل في اجراءات ايه؟ لوكيشن اريا ابديت ريكوست، يبدا الموبايل يبعت لوكيشن اريا ابديت ريكوست للسيستم عشان يابديت مكانه، يقول لهم يا جماعه انا سبت السلايه دي ام لوكيشن اريا 1 ودخلت في لوكيشن اريا مختلف، عشان لو هتبعتوا له بيجنج لو سمحت ابعتوا له بيجنج هنا مش هنا، عشان انا سبت هنا ورحت هنا. عاوز اقول كمان معلومه من اللي هي بتبقى متخزنه جوه البي سي اتش وانت بتسمعها كموبايل، طبعا انا عايز اقولها لسبب، يعني عشان اقول لك حاجات مرتبطه بيها بعد كده. حاجه كمان من اللي انت ممكن تسمعها كمعلومه وتعرفها من البي سي اتش، حاجه اسمها، بص بقى الله يخليك ركز، حاجه اسمها بي اي ليست. بي اي ليست، البي اي ليست كلمه بي اي اختصار ل بي سي سي اتش الوكيشن ليست، بي اي ليست، تمام؟ بي سي اتش الوكيشن ليست. ايه دي؟ ببساطه هي لسته، ماشي؟ لسته فيها ايه؟ فيها ايه هي البي سي سي اتش فريكوينسز المخصصه لجيرانك. تاني، دي لسته مكتوب فيها شويه فريكوينسز، شويه الفريكوينسز دول بتوع جيرانك مش بتاعك انت خالص. انت موجود في السلية دي صح؟ انت موجود فيها دلوقتي. طيب البي سي اتش بتبعت لك معلومة تقول لك مين جيرانك. طب مين جارك؟ تقوله لك ازاي؟ اتفقنا وانا بشرح لك هنا ده، قلت لك ان احنا بنميز كل سلبي ايه بحاجة اسمها بي سي اتش فريكونسي، خلاص. هو ده المميز لهذه السيل، لان بتبعت عليه برودكاست انفورميشن اللي بتعرفك السيل ديت وضعها ايه. طيب انت عندك جيران كتير وجيرانك كلهم بيتبعوا نفس الطريقه بتاعتك، يعني نفس الطريقه، يعني انت هنا في بي سي اتش فريكونسي بيبعت عليه برودكاست انفورميشن للسلايه دي، وفي واحده سلايه تانية ببرودكاست انفورميشن تانية على فريكونسي تاني خالص. طيب انت وانت موجود هنا دي السيل بتاعتك، انت محتاج تعرف مين النيبرز بتوعك، مين السيلز اللي ايه اللي جيرانك، محتاج تعرف مين جيرانك. طب جارك ده اقوله لك ازاي؟ فبقول لك ايه البي سي اتش فريكونسي بتاعه، يعني هو بيبعت البرودكاست انفورميشن بتاعته على انهي فريكونسي. طب ليه بعمل كده؟ لان انت كموبايل بتتحرك، وفي
وفي بروسيس او اوبريشنز هتحصل نتيجة حركتك. مش انت مثلا انت وجارك، مش انت ممكن تتنقل من السيل بتاعتك للسيل بتاعته وانت معاك كول؟ يعني بتعمل عايز تعمل هاند اوفر، طب انت متخيل الهاند اوفر ده هيتم كده ولا في اجراءات لكده؟ في اجراءات لكده، انت بتعرفش الاجراءات ايه صح؟ متعرفهاش، بس المهم يعني انت عارف ان في اجراءات هتتم بين التو سيلز دول. كويس، يعني امتى يتاخد قرار ان انت تسيب السيل دي وتروح للسيل اللي جنبها؟ القرار ده مش اعتباطا كده، مش بالمزاج، مش بالهوى، لا ده بيزد على ميجرمنتس الموبايل بيعملها، قياسات الموبايل بيعملها. بيقيس مين؟ بيقيس نفسه، بيقيس الليفل بتاعه بتاع السيل اللي هو فيها، وبيقيس كمان جيرانه. ولو في جار من جيرانه هو متفوق عليه اعلى منه كليفل، يبقى معناه ان انت بتقرب منه، رايح له، رايح ناحية النيبر ده. فخلاص النتورك شايفة كده، شايفة ان انت بتقرب من نيبر تاني والنيبر ده اعلى منك كليفل، فالنتورك تقول لك ايه؟ تقول لك خلاص سيب السيل دي لو سمحت واتنقل للسيل دي. فشايف القرار اتبنى بناء على ايه؟ قرار ان انت تتنقل من سيل تسيل اللي احنا بنسميها هاند اوفر، اتبنى على ايه؟ بناء على ميجرمنتس انت عملتها. طب عملتها على مين؟ عملتها على نفسي، على السلالة اللي انا فيها عشان اقيم نفسي، وعملتها على النيبرز. طب انت تعرف النيبرز ازاي؟ مش ما هو مش بالتخمين، لا انت جيرانك دول لازم حد يقولك عليهم، وجارك يعني بس اتش فريكونسي. تمام، فاحنا كناس بتاعت اوبتمايزيشن بندخل جوه كل سيل ونعمل فيها الكونفيجريشن الخاصه بيه، ماشي. فمن ضمن الكونفيجريشن اللي احنا بنعملها على السيل، نقول السيل دي مين جيرانك، نعرف لها جيران بالظبط زي ما انا بكلمك كده، بنعرف لها جيرانها، نقول لها والله السيل اللي جنبك دي كذا والسيل اللي جنبك كذا. ليه؟ لان الموبايل محتمل يتحرك يمين شمال كده صح، فممكن يكون رايح ناحيه السيل الاولانيه، ممكن يكون رايح ناحيه السيل الثانيه الثالثه الرابعه صح، ما انت مش عارف. فانت بتعرف له كل النيبرز المحتمل ان هو يروح لهم. تمام، مش يروح لهم بس وهو معاه كول، لا يروح لهم كمان وهو ايدل. يعني ايه يروح لهم وايدل؟ يعني هو موبايلك كده انت ماسكه وبتتحرك بيه، ما معكش كول ومعكش اي حاجه خالص. احنا اتفقنا ان الموبايل بيبقى حالته حالتين، حاجه من اتنين، يا اما ان انت فاتح موبايلك وماشي كده ما بتعملش اي كول خالص بتتحرك بيه كده، اسمك ايدل. تمام، يعني كلمه ايدل بالعربي يعني خامل، يعني انت كانك في خمول كده، انت موبايلك فاتح بس مش بتستخدمه. يا اما الحاجه التانيه انك اكتف، يعني معاك تايم سلوت وبتنقل ترافيك، يعني بتنقل صوت، بتنقل فويس سبيتش كلام او هكذا. فلو انت بتتحرك بتوين تو سيلز وانت بتتكلم، ده اسمه هاند اوفر، له اجراءات معينه عشان نعملها. لو انت بتتحرك بس مش بتعمل كول، ما معكش تايم سلوت، فده له اسم تاني. يعني الحركه ما بين السيلز اسم حاجه اسمها سيل ري سيلكشن. برضو السيل ري سيلكشن دي زيها زي الهاند اوفر اجراءات، يعني مش يعني انت مش بتتنقل اي سيل كده وخلاص، لا ده انت بتعمل تقييمات وبتختار افضل سيل وهكذا. فالمشترك ما بين كل ده هو ايه؟ هو انك لازم تبقى عارف مين جيرانك عشان يوم ما تعمل ميجرمنتس على جيرانك تبقى عارفهم. ما هو الموبايل مش هيقيس اي حد، يعني الموبايل مش هيعمل ميجرمنتس على اي جار، مش على اي فريكونسي كده، لا هو بيختار فريكونسيز معينه يعمل عليها ميجرمنتس. اي فريكونسيز بقى اللي احنا قايلين لك عليهم؟ احنا مين؟ احنا اللي عملنا الكونفيجريشن بتاعت السيل دي. خلاص، فالبي اي ليست هي لستة من بي سي سي اتش فريكونسيز بس بتاعت جيرانك. خلاص، يبقى دي كده تعرفها ان هي ايه؟ ليست اوف نيبر جيرانك، نيبر بي سي سي اتش فريكونسيز، كل جار منك، كل جار ليك متعرف له بس اتش فريكوينسي. فلو انت مثلا ادي سيل اهوت انت فيها وفي عندك جيران كده، جيران حواليك في كل حته. خلاص، هنفترض مثلا انت واقف في السيل دي كده، السيل دي بتاعتك، السيل دي انت بتاعتك اللي انت فيها. خلاص، بالمناسبه السيل بتاعتك دي عندنا لها اسم، السيل اللي انت فيها دي بيبقى اسمها سيرفينج سيل، سيرفينج سيل يعني السيل اللي بتخدمك، اللي هو السيل اللي هو لما انت تحب تعمل كول بتديك تايم سلوت، اسمها سيرفينج سيل. كل الباقيين دول دي
كل الباقيين دول كده، الباقيين دول كلهم كده اللي ما فيهمش نقطة زرقاء، دول كلهم اسمهم ايه؟ نيبرز ليك مثلا. تمام، حلو. طب هو فعلا ده يبقى نيبر ليك؟ يعني مثلا ده يبقى نيبر ليك اللي انا حاطط عليه الايد ده، يعني هل ده ينفع يبقى نيبر لده؟ انت شايف ايه؟ ما خد بالك، انا يعني بغلط قدامك عشان ابين لك الصح. هل ده منطقيا لوجيك خالص؟ دي مساحة متخزقة، دي مساحة بتغطيها على الارض، ودي مساحة تانية، وهما الاتنين ما بينهم السيلز دول، هل ده وده ينفع ان هما الاتنين يتعرفوا لبعض كنيبرز؟ انت جاري وانا جارك؟ اكيد لا، اكيد لا. ليه؟ لان انت السيل دي يوم ما تيجي تتحرك رايح فين؟ هتروح كده، يعني يوم ما تتحرك هتروح فين؟ هتروح كده او كده او كده او كده او كده او كده، صح؟ يعني دي مش من ضمنها، ولا دي من ضمنها، ولا دي من ضمنها، صح؟ جارك هو اللي انت هتعمل معاه اوبريشن، تعمل معاه اوبريشن زي ايه؟ زي هاند اوفر، زي سيل ريسلكشن، وات ايفر. تمام، انما ده دول مش جيرانك، دول بس اللي جيرانك اعرفهم. وخد بالك، انا ممكن كمان، بص بقى حاجه كمان، ايه ممكن كمان؟ شايف السيل دي وشايف السيل اللي انت فيها السيرفنج سيل، مش دول لازقين في بعض؟ انا ممكن ما اعرفهمش لبعض على فكره كنيبرز، انا حر لاي سبب من الاسباب بقى، بس يعني فاهم. فبص مش مجرد ان الاتنين دول لازقين في بعض يبقى هما باي ديفولت اسمهم جيران، لا، ده انت بتدخل في الكونفيجريشن وتقول لي ايه؟ وتقول للسيل ديت بصي انت جارك ده، وبتدخل هنا كمان في السيل ديت في الكونفيجريشن وتقول لها ايه؟ ده جار ليكي، بتعرفهم لبعض. لو انت ما عملتش الكونفيجريشن ده يبقى هما مش جيران، يعني مش بمجرد ان هما على الارض متغطيين جنب بعض كده ان هما يعتبروا جيران، لا 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 لا، ده كونفيجريشن وايز، فاهم؟ ده كونفيجريشن وايز، ماشي. طيب يبقى بس احنا بنقول ايه؟ منطقيا ده وده جنب بعض فهم جيران، وده وده جنب بعض هم جيران، فانا هعمل الكونفيجريشن كده. تمام، لكن على جنب، معلومه على جنب، انا ممكن ما اعملش كده، يعني ممكن ودي ودي ما اعرفهمش لبعض. ليه؟ انا مش عاوز ده يتنقل من هنا لهنا وده هنا، يعني عادي مش عايز كده. دي بقى حاجه ان بتاعت الناس بتاعت الاوبتمايزيشن. حلو، طيب المهم وانت موجود في السيل ديت عاوزين نعرف لك جيرانك، فانا هبعت لك معلومه لكل الناس اللي موجوده في السيل هنا، هبعت له معلومه اقول له ايه؟ اقول له بص جارك فلان وفلان وفلان، طب فلان وفلان وفلان ده اسمه ايه عندنا؟ اسمه عندنا بي سي سي اتش فريكونسي. فساي مثلا السيل دي البي سي اتش فريكونسي بتاعتها اف 1، والسيل دي البي سي اتش فريكونسي بتاعتها اف 5، ودي اف 8. فكده وانت واقف في السيل ديت هيتبعت لك على البي سي اتش شانل معلومه بتقول لك ان اف 1 جارك، اف 5 جارك، اف 8 جارك، اف 1 ممثل لهذه السيل، اف 5 ممثل لهذه السيل، اف 8 ممثل لهذه السيل. فتجي لك البي ليست عامله كده، هيجي لك كده بي اي ليست، ماشي، اف 1 اف 5 اف 8، خلاص كده عرفت دول جيرانك. فطول الوقت بقى ايه اللي مطلوب منك عشان تتنقل من الـ من الـ من هنا لهنا، او من هنا لهنا، ومن هنا مطلوب منك ايه؟ تعمل ايه؟ انت مطلوب منك كموبايل بتعمل ميجرمنتس. ما هو انت حكمك على الانتقال ما بين السيلز وبعضها بالميجرمنتس، بالقياسات، بتقيس، ولو في سيل افضل منك بتروح لها. خلاص، طيب سؤال، البي اي ليست دي استخدمها وانا بعمل هاند اوفر، يعني انا معايا كول وبتحرك بتون السيلز، ولا استخدمها وانا بعمل السيل ريسلكشن؟ السيل ريسلكشن هو وانت في الايدل مود. الهاند اوفر ده وانت اكتف، يعني معايا تايم سلوت وبتحرك بيه. هل البي اي ليست استخدمها عشان اعمل ميجرمنتس على الجراني دول عشان اعمل هاند اوفر، ولا استخدمها عشان اعمل سيري سيلكشن؟ الستاندرد بيعرف ان انت عندك 2 بي اي ليست، بي اي ليست وانت ايدل بيبقى اسمها ايدل بي اي ليست، وفي عندك ليست اخرى اسمها اكتف بي اي ليست، وانت بتبعت لك الاثنين على برودكاست انفورميشن.
جميل كده. فانت عندك اتنين بي ليست مش واحده، واحده بتستخدمها لو انت بتعمل اوبريشنز في الايدل مود تمام، اللي هي الايدل بي ليست، وواحده تانية بتستخدمها وانت اكتف. خلاص ده عشان لو انت عاوز تفرق، لكن عمليا على ارض الواقع الناس بتعمل ايه؟ الناس بتخليهم لسته واحده، يعني الفريكونسيز اللي هنا هي هي الفريكونسيز اللي هنا، فهو بيبعت لك في الايدل بي ليست اف 1 اف 5 واف 8، وبيبعت لك كمان في الاكتف بي ليست اف 1 اف 5 واف 8. ليه؟ لان هم السيلز دي جيرانك هتتحرك لهم لو انت ايدل، وهتتحرك لهم كمان لو انت اكتف. بس انا قصدي اقول لك يعني ان باي ستاندرد عندك 2 بي اي ليست، عشان لو انت عاوز تفرق فرق براحتك، بس انا بقول لك عمليا الناس بتخليهم زي بعض. حلو. المهم ان دي لسته فيها جيرانك. طيب انت كموبايل بيعمل ايه بقى؟ مطلوب منك ايه؟ انت كموبايل مطلوب منك ان انت بتعمل ميجرمنتس، قياسات. بتقيس مين؟ بتقيس نفسك وبتقيس جيرانك. طيب اقيس نفسي واقيس جيراني، اقيس ايه الجيراني؟ ماشي. فانت بتقيس اهوت النيبرز كلهم. يعني مثلا مبعوت لك هنا 10 نيبر، يعني 10 بي سي اتش فريكونس هتقيسهم، مبعوت لك 20 فريكونس هتقيسهم. كويس. طيب هل ممكن لما اجي اسكان عليهم، اسكان عليهم يعني ايه؟ اسكان على الفريكونس ده يعني ايه؟ يعني اشوف انا شايفه ولا لا. ما انا ممكن اصلا، بص، ممكن يكون اليوزر ده هنا في الحته دي كده، شايف مكان ايدي. طيب هل لو الموبايل واقف في المكان ده وبيعمل سكان على الفريكونسيز اف 1 واف 5 واف 8 وهو واقف هنا في المكان ده، هل هيشوف اف 1؟ لا، ده اف 1 اخره هنا، اخره هنا كده. انت تشوف اف 1 لو انت واقف هنا مكان ايدي كده، لما انا موجود هنا. فالطبيعي الموبايل هيسكان اون كل الفريكونسيز اللي مبعوته له في البي ليست على اف 1 اف 5 اف 8، بس هو مش هيشوف اف 1 لان هو مفيش كفرج واصل له منه، مش هيشوف، خلاص مش هيشوف. فهو هيشوف مين فقط؟ هيشوف اف 5 واف 8، هو واقف في الحته دي، فهو احتمال يشوف اف 5 واحتمال يشوف اف 8، واقف في المكان ده مثلا. خلاص. فهو لما هيجي يسكان اون فريكونسيز اللي مبعوتها له في البي ليست فقط، مش اي فريكونسيز، عشان يقيسهم، ماشي، فهيجي قايس اف 5 واف 8 لانه مش شايف اي حاجه مبعوته من اف 1. خلاص. فهو لما يجي يقيس هيقيس دول، لكن فرق بين حاجتين، هيسيرش على مين، هيسكان اون على مين؟ على كل الفريكونسيز اللي موجوده في البي اي ليست، اللي شايفه منهم شايفه ويقيسه، واللي مش شايفه منه خلاص مش شايفه، هو مش شايفه خلاص. عارف يعني ايه مش شايفه؟ يعني هو مش رايح ناحيته، مش بيتحرك ناحيته. ما هو النتورك ما بتبقاش عارفه انك بتتحرك ناحيه يمين ولا شمال ولا رايح ناحيه سل، هي الاعتبارات كلها ميجرمنتس بحته. انت لو بتقيس ليفل سيجنال ثرينس من النيبر بتاعك، معناه انك بتتجه ناحيته شايفه. انما لو انت بتتجه كده، ما انت شايف اف 1 فخلاص مش هتقيسه. فهمت القصه ازاي؟ ما انا اعرف ازاي انك رايح ناحيه هنا؟ يعني انا كنتورك، انا كبي سي سي محطوط جوايا الهاند اوفر الجوريزم، اعرف منين انك انت رايح ناحيه اف 8؟ والله لو انت قيست ليفل منه معناه انك رايح له، وانا كبي سي سي محطوط جوايا الهاند اوفر الجوريزم، هاند اوفر سوفت وير، بيجي لي ميجرمنتس منك. ميجرمنتس بتقول ان انت وانت واقف في المكان ده الليفل اللي انت شايفه من السيل بتاعتك اكس، والليفل اللي انت شايفه من اف 8 اللي هو جارك واي. وانا كبي سي سي والله بقارن اكس بواي، لو انا لقيت واي اللي هو جارك اعلى منك كاكس، هقوم اقول لك لو سمحت اتنقل من اكس وروح واي، يعني اتنقل من السيل اللي انت فيها وروح للسيل التاني، ده هاند اوفر ببساطه. انما هي نتورك مش حاسه بيك، مش حاسه انك بتتجه هنا يمين، لا، الاعتبارات بميجرمنتس بحته، لان انا فعلا لو رايح ناحيه سلايه معينه فانا بشوف الليفل منها بليفل معين، كل ما اقرب منها كل ما الليفل يعلى منها، لان بيوصل لي بليفل اعلى، وكل ما ببعد من السلة اللي انا كنت فيها كل ما بايه بيبقى الليفل بتاعي اقل. كويس. خلاص. طيب فانت انت بتعمل ميجرمنتس على النيبرز وعليك، عليك دي معناها السيرفنج، يعني اللي هو السلال اللي انت فيه. انت ليه بتقيس نفسك؟ عشان تقيم نفسك في المكان اللي انت فيه. ما هو انت هتنقل الصوره ازاي للكنترولر اللي هو البي سي سي، هتنقله الصوره ازاي؟ انت لازم تنقله الصوره. فانت بتقيم نفسك وبتقيم النيبرز اللي انت شايفه منهم. حلو. طيب ايه بقى الميجرمنتس اللي انت بتعملها؟ لو انت بتقيس النيبرز فانت بتقيس ليهم حاجه اسمها، بتقيس الليفل. الليفل ده عندنا اسمه، الليفل ده عندنا اسمه
اسمه ار اكس ليف. ار اكس ليف يعني ار اكس ليفل، يعني ريسيفد سيجنال ليفل، يعني السيجنال ثرنس، يعني ايه هي السيجنال ثرنس اللي انت مستقبلها، ليفل عادي خالص. تمام، فاكر السيجنال ثرنس اللي انا كنت بكلمك فيه في الفيدنج؟ هو ده. تمام تمام ده طبعا بيتقاس بالايه، بالدي بي ام. ماشي، مثلا ايس ليفل ايه، ماينس 90 دي بي ام، ماينس 70 دي بي ام، ماينس 60 دي بي ام، على حسب الليفل اللي انت شايفه بيجي لك سيجنال بتقيس. الموبايل، الموبايل يقدر يقيس الليفل. تمام، بتقيس الليفل لمين؟ لاي نيبر انت بتسكن عليه وشايفه من النيبرز اللي بعت لك في البي ليست. طيب، وانا كموبايل موجود في السيرفنج سيل، اكيد انا عارف البي سي اتش فريكونسي بتاعي. تمام، بي سي اتش فريكونسي بتاعي، ما هي الميجرمنتس دي حضرتك الليفلز دي بتتقاس على مين؟ بقيس اف 1، بقيس اف 1، بقيس اف 5، بقيس اف 8، دول النيبرز بتوعي، مش اي فريكونسيز بقيس. يعني لو انا شايف اف 1 شايفه بليفل كام، لو انا شايف اف 5 بيوصلني بليفل كام، لو انا شايف اف 8 الريسيفد ليفل منه كام. نفس الكلام في اي مكان انا واقف فيه اقدر اشوف البي سي اتش فريكونسي بتاع السيل بتاعتي اللي انا واقف فيها اصلا، السيرفنج سيل. حلو، طيب فبتقيس ايه كمان هنا؟ بتقيس كمان الار اكس ليف بتاع السيرفنج. بس انت كمان تقدر تقيس، انت كمان تقدر تقيس كوانتيتي تانية، كمية تانية بس من السيرفنج سيل فقط، اسمها عندنا اسمها ار اكس كوال. ار اكس كوال، كوال يعني كواليتي، ار اكس كواليتي. تمام، دول انا كلمتك عليهم كتير جدا صح، اللي هم ايه اللي سميتهم لك قبل كده ايه، الريدي كونديشنز اللي هو الليفل والكواليتي. كويس، فانت كموبايل قاعده بقى، انت كموبايل واقف في اي مكان، واقف في السلايه، تقدر تقيس حاجتين، تقدر تقيس حاجه خاصه بالنيبرز وحاجه خاصه بالسيرفنج اللي انت فيه. الحاجه الخاصه بالنيبرز تقدر تقيس لهم فقط الار اكس ليفل، ما تقدرش تقيس الار اكس كوال، ما تقدرش تقيس الار اكس كوال، ما تقدرش للنيبرز تقيس حق الكواليتي، ما تعرفش. انما في السيرفنج اعرف اقيس الار اكس ليفل واعرف اقيس الار اكس كوال. تمام، طيب الكلام ده مهم امتى؟ الكلام ده بالمنظر ده مهم امتى؟ مهم لو انت بتعمل هاند اوفر، مهم لو انت بتعمل هاند اوفر، يعني انا معايا كول وبتحرك، فانا خلاص قربت اخلص السيل بتاعتي وعايز اتنقل. فاللي بيحصل انك طول الوقت عمال تعمل ميجرمنتس، طبعا الميجرمنتس دي بتتقاس طول الوقت على طول كده انت بتقيس. طب بعد ما اقيس صحيح بعمل ايه؟ يعني انا قست كده، انا كموبايل قست، قست النيبرز وقست السيرفنج، وعندي بقى ايه، عندي كده تقرير حلو كده بالقياسات دي، اعمل بيها ايه بقى بعد كده؟ الموبايل، الموبايل على حسب هو بيعمل ايه. لو الموبايل بيعمل هاندو، لو الموبايل اكتف، التقرير اللي هو عمله ده بالميجرمنتس مش بيخليه عنده، ده بيبعته في الاب لينك للمحطه. او خد بالك انا اشوف قاصد ان انا اقول لك البي اي ليست كمعلومه بتتبعت على البي سي اتش انفورميشن عشان احكي كل السيناريو اللي انا بحكيه ده. فالمهم الموبايل بعد ما بيقيس الميجرمنتس دي، لو هو كان اكتف وبيقيس كده وبيقيس الحاجات دي، فهو الميجرمنت اللي عمله ده ما بيخليهوش عنده، يعني مش هو اللي بياخد قرار بيه، لا ده هو مجرد فقط دوره على ان هو يقيس. طب بعد ما بيقيس بيبعت الكلام ده، بيحطه في ريبورت، يقول والله انا قست النيبر الفلاني بليفل كذا، والنيبر الفلاني بليفل كذا، والنيبر الفلاني بليفل كذا، وانا من ناحيتي في السله انا فيها قست الليفل والكواليتي كذا، ويقوم حاطط ده في تقرير. التقرير ده عندنا احنا بنسميه، التقرير ده عندنا احنا بنسميه ميجرمنت ريبورت، ميجرمنت ريبورت، تقرير، تقرير قياسات بنسميه احنا عندنا ام ار. تمام، طيب الميجرمنت ريبورت دوت لو انت كنت اكتف بتبعته للبي اس سي، يعني بيطلع منك كموبايل بيتبعت للبي تي اس، والبي تي اس بتيجي بعتها للبي اس سي. طب ليه بنبعته للبي سي سي؟ عشان البي سي سي جواها الهاند اوفر الجوريزم، ما هو احنا بنشرح البي سي فانكشنز، قلت لك ان هو جواه ايه، هي اللي بتعمل لك الهاند اوفر. بتعمل لك الهاند اوفر يعني ايه؟ يعني هي مستنيه منك تبعت لها الميجرمنت ريبورت، يقيم موقفك، يقيم حالتك ايه دلوقتي، وبتيجي مدخلاه للهاند اوفر الجوريزم سوفت وير، وبناء على الميجرمنت ريبورت اللي مبعوت تمام وتقييم البي سي سي للموقف، بتقوم ايه تقول لك ايه، يا اما مش هتبعت لك حاجه خالص، خلاص انت مش محتاج هاند اوفر، خلاص مش محتاج هاند اوفر، مش هتبعت لك حاجه، يا اما لو انت محتاج هاند اوفر هتبعت لك تقول لك ايه،
سيب السيل دي وروح ل F8، روح للسيل دي يعني، للسيل اللي فيها F8 يعني، اتحرك من السيرفنج سيل واعمل هاند اوفر تو السيل الثاني، كويس خلاص. فقرار الهاند اوفر اتاخد داخل البي سي بناء على ايه؟ بناء على الميجرمنت ريبورت. طب والميجرمنت ريبورت اتعمل ازاي؟ اتعمل كده. طب انت قست النيبرز دول بناء على ايه؟ بناء على البي اي ليست اللي هي اتبعتت لك في البي سي اتش فريكونسي. طيب موقف اخر، ان انت مثلا عاوز تعمل حاجه اسمها سيل ريسيلكشن. طب الموقف بتاع السيل ريسيلكشن ده هيتعمل امتى؟ هيتعمل وانت ايدل، يعني انا ماسك موبايلي وبتحرك بتحرك، بس انا ما معيش تايم صوت اصلا، انا ما بتكلمش، انا بس ايه بتحرك. فانا بتحرك خلاص بسيب السيل اللي انا فيها، وانت لازم دايما طول الوقت تبقى في سيرفنج سيل. طيب انت كموبايل بتتحرك كده صح؟ بتحرك كده، ثانيه واحده، انت كموبايل بتتحرك كده، اتحرك كده تمام، اتحرك كده اهو. طيب في المكان ده انت شايف مين؟ شايف السيل دي وشايف السيل دي كمان، شايف اف 5 واف 8. طب اروح لمين فيهم؟ ما هو قرار، اروح لمين ولا ما اروحش اصلا؟ يعني خليني زي ما انا في السيل اللي انا فيها تمام. خد بالك انا بكلمك على انت وانت فين وانت ايدل، كويس. طيب وبتحرك. طيب هل دلوقتي تقدير موقف مني كموبايل اعمل ايه؟ اروح للسيل اللي فيها اف 5 ولا اروح لاف 8 ولا استنى زي ما انا في السيل اللي انا فيها، في السيرفنج سيل اللي انا فيها تمام. فالموبايل بيجي مدخل نفسه في بروسيس اسمها سيري سيلكشن بروسيس. بس خد بالك الموبايل بيدخل نفسه بنفسه في الموضوع ده، يعني ايه؟ يعني هو مش محتاج حد تاني ياخد له قرار في الموضوع ده، مش محتاج حد تاني ياخد له قرار في الموضوع ده. طيب فالموبايل عشان يقيم نفسه بنفسه ويدخل في عملية السيري سيلكشن ويشوف هيريسيلكت السيل اللي هو فيها لسيل تانية ولا لا، ما هو قرار. ريسيلكشن، ريسيلكشن معناه ايه؟ معناه اصلا ان انا في سيل اهو وهريسيلكت السيل، يعني هعيد اختيار السيل اللي انا فيها لسيل جديدة تمام. تمام هدخل في العملية دي. طيب العملية دي محتاجة منك ايه؟ تقييم موقف. طب تقييم الموقف اتفقنا بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق ميجرمنتس، حلو. طيب بس المره دي الميجرمنتس كده، الميجرمنتس انت هتعملها بس مش هتعمل بقى تقرير. ليه مش هعمل بقى تقرير؟ لان انت لما بتعمل تقرير معناه انك عاوز تبعته. طيب ابعته لمين؟ هبعته للبي سي سي. طب ما هو البي سي سي كده كده مش هتاخد لي قرار في الموقف ده، ده انا كموبايل انا اللي هاخد قرار لنفسي في الموقف ده. فهمت الفرق؟ الفرق بين الهاند اوفر والسيري سيلكشن حاجتين. الحاجه الاولانيه ان دي عمليه بتتم وانت اكتف، والسيري سيلكشن عمليه بتتم وانت ايدل. كلاهما بتغير السيل، كلاهما معناه انك بتغير السيل، بغير السيل من هنا لهنا او من هنا لهنا، بس واحد بيحصل وانت اكتف والتاني بيحصل وانت ايدل تمام. دي سهله واي حد يعرف. التانية بقى، الفرق التاني بينهم، الفرق بين الهاند اوفر والسيري سيلكشن، ان الهاند اوفر عمليه بتتم وبيتاخد فيها قرار من خلال النتورك مش من خلالك انت كموبايل، انت مجرد بس اداه مساعده بالميجرمنت ريبورت اللي بياخد القرار فيها البي سي سي تمام. طبعا ليه اسباب ان ليه البي سي سي اللي بتاخد القرار مش انت، لانك محتاج تروح لسيل تانية، يعني معناها محتاج تايم صوت من السيل التانية. طب هو انت تملك انك تطلب حاجه من السيل التانية؟ لا تملك، انما البي سي سي هي اللي هتسهل لك تايم سلوت في السلايه التانية وتقول لك اتنقل عليها وهكذا عشان تكمل لك انا يعني عمليه الهاند اوفر. عشان كده انت محتاج النتورك في الموضوع ده. انما وانت ايدل تمام ومحتاج تغير السيل، اروح ليه للنتورك؟ اقول لها ليه؟ انا مش هقول لها حاجه، انا هاخد انا القرار واقيم نفسي بنفسي، وبالتالي انا مش هعمل ميجرمنت ريبورت لان انا مش هبعته لحد، ده انا اللي هاخد قرار. طب ابعته لمين؟ فانا بقيس النيبرز وبقيس نفسي وبناء على القرار اللي هيطلع اقوم اغير السيل ولا لا، ده وانت ايدل. انما وانت اكتف هعمل ميجرمنت ريبورت وابعت. فهمنا الفرق بين الحاجتين؟ يبقى وانا ايدل ما بعملش ميجرمنت ريبورت، انا هقيس وانا ايدل هقيس بس هاخد قرار على طول بعدها، لان انا اللي هاخد القرار، انا مش محتاج حد تاني ياخد لي القرار. انما وانا اكتف لا، هقيس برضو كده وهبعت الميجرمنت ريبورت. ابعت ايه؟ الميجرمنت ريبورت، والميجرمنت ريبورت هيتاخد فيه قرار. طيب بس وانا ايدل خلي بالك، وانا ايدل مش مهم قياس الار اكس كواليتي، مش مهم، لان انت لما بتيجي تتنقل مش بتتنقل بيزد على الار اكس كواليتي، انت بتقارن ليفل بليفل. يعني مثلا انت موجود في السلايه ديت اللي انت فيها، زي مثلا انت موجود في السلايه اللي انت فيها، انا عايز اديك مثال، انت موجود في السلايه ديت، اغير اللون
انت موجود في السلية دي والليفل اللي انت قايسه مثلا ماينس 95 دي بي ام، تمام؟ وفي نفس الوقت انت قست من السلية ديت ليفل ماينس 80 دي بي ام. ماينس 80 اكبر من ماينس 95، الارقام بالماينس. حلو. طيب ساعتها على حسب انت بتعمل ايه، بتعمل سيري سيلكشن ولا بتعمل هاند اوفر، هي يعني انت اكتف ولا انت ايدل. لو انت ايدل وفي ايدك القرار هتشوف مثلا ماينس 80 اكبر من ماينس 95، وهو القرار مبني على كده، تمام يا عم، روح للسلية التانية. طب لو انت اكتف، هتبعت الفاليو دي للبي سي سي، والبي سي سي تقرر ان لو الفرق ده هو اللي احنا عاوزينه لما نيجي نعملك هاند اوفر، تمام يلا اتنقل، تمام. انما في السيري سيليكشن القرار بيتم بيزد على الليفل فقط، مش بيزد على الكواليتي، مش بيزد على الار اكس كوال، ليفل بليفل بقارن ليفل بليفل، تمام. انما الهاند اوفر معقد شويه عن كده، فانت ممكن تاخد قرار ان انت تنقل يوزر من هنا لهنا بيزد على الكواليتي. يعني ممكن انت تكون في السلايه والليفل بتاعك حلو وكل حاجه مش وحش، بس انا انقلك عشان الكواليتي بتاعتك وحشه. طب انا كنتورك، انا كبي سي سي، هعرف منين وانت في حاله اكتف ان انت دلوقتي الكواليتي بتاعتك وحشه فيلا ما انقلك؟ فانت لازم تقول لي الاركس كوال، لازم تقيس الكواليتي بتاعتك اللي انت فيه، تمام. طيب تعالى على جنب كده، تعالى على جنب. الاركس كوال دي بتاخد فاليوز من 0 ل 7، تمام. 0 ده ذا بيست، يعني لو انت قست الكواليتي بتاعتك وقلت انها صفر، صفر ده احسن حاجه كده، الكواليتي بتاعتك جميله جدا، تمام ماشي. السبعه ده اسوأ حاجه، كويس. ورست او ورس، الاثنين صح، الاثنين لغويا صح، ورس او ورست يعني اسوأ حاجه، تمام. وما بينهما بقى، وما بينهم يعني مثلا الار اكس كوال بتاعتك لو واحد لو اتنين او تلاته، ما بينهما تدرج في الكواليتي، تمام. بس دي احسن حاجه ودي اقل حاجه، تمام. طب الار اكس كوال اصلا موبايل عشان يحسبها، ار اكس كوال موبايل عشان يحسبها، تمام تمام هو بيحسبها ولا بيقيسها؟ هو بيحسبها ولا بيقيسها؟ وفي فرق بين الاثنين، في فرق طبعا. هو بيقيس حاجه وبناء على القياس اللي قاسه بيحسب حاجه. يعني خد بالك الموبايل عشان يحسب الار اكس كوال بيحسبها ازاي. انا عشان اقول الحاجه دي كواليتي حلوه او كواليتي وحشه بحسب، بعملها ازاي؟ بميجر حاجه اسمها البيت ايرور ريت. طيب بيت ايرور ريت معناه ايه؟ معناه ان في بيتس بتتبعت لك، فانت بتقوم تقيس نسبه البيت ايرور ريت فيها، وبناء على نسبه البيت ايرور ريت اللي طالعه فانت تقوم تستنتج وتقول والله ايه ده الار اكس كوال بتاعتي كذا، فهمت؟ فانت بتقيس حاجه، ايه بتقيس حاجه؟ جالك 10 بيتس فيهم خمسه كويسين وخمسه بايظين، يبقى نسبه البيت ايرور ريت بتاعتك كام؟ 50%. نسبة النسبة اللي مش حلو على التوتال 5 من 10، نسبتها كام؟ 5 بايظين وكل اللي اتبعت 10 يبقى 5 على 10، يبقى ايه؟ نص البيتس بايظه، 50% ايرور، تمام. طيب جالك مثلا 10 بيت وال10 بايظين، يبقى نسبة الايرور كام؟ 100%. فساعتها قوم قول، تمام، قوم قول ان الكواليتي بتاعتك 7. ليه 7؟ اسوأ حاجة، ما هو كل البيتس بايظه. طيب 0% بت ايرور ريت، 0% بت ايرور ريت دي قياس انت قسته، قوم قول على الكواليتي صفر يعني احسن حاجه، فهمنا؟ فانت الاول بتميجر حاجه اسمها البت ايرور ريت، وبناء على نسبته اللي بتطلع، تمام. فاحنا بقى رابطين ما بين، البت ايرور ريت والار اكس كوال، يعني امتى اقول 0 وامتى اقول 1، امتى اقول 2، امتى اقول 3 4 5 6 7، مش دي كده الفاليوز المختلفة للار اكس كوال؟ امتى اقول مثلا 0؟ هتلاقي مثلا 0 دي لو انت نسبة البيت ايرور ريت بتاعتك اللي انت قستها من 0% لحد زي مثلا 1%، تمام. ودي مثلا من 1% لحد 2% وهكذا. فعلى حسب نسبة البيت ايرور ريت بتاعتك كام تقوم تقول على الار اكس كوال كذا، فهمنا؟ طيب عشان اقيس بقى البيت ايرور ريت، مش لازم يكون في ترافيك بيتبعت لي واقوم اقيس له البيت ايرور ريت ولا لا؟ طب هو انت ايدل بيتبعت لك حاجه؟ وانت ايدل مش بيتبعت لك حاجه؟ انت ايدل كده ما معكش تايم سلوت اصلا بتعمل اي حاجه خالص. طب لو انت ايدل ما معكش تايم سلوت، يعني ما فيش ترافيك بيتبعت، هعرف اقيس الار اكس كوال ازاي؟ فعشان كده
انت بتقيس الار اكس كوال فقط وانت اكتف. افهموا بس يا جماعه الميننج بتاع الحاجه عشان توظفها مظبوط تبقى فاهم اصلها ايه. الار اكس كوال ده عشان يتقاس مبني على ان في بيتس بتتبعت، فانت بتحسب لها، بتقيس لها، مش بتحسب لها، بتقيس لها البيت ايرور ريت، وبعدين تستنتج منه الار اكس كوال. يعني معناها انك لازم تبقى اكتف، صح؟ طيب يبقى انت افهم ان وانت ايدل مش هتعرف تقيس الار اكس كوال، وانت ايدل مش هتعرف تقيس الار اكس كوال لا ليك ولا لغيرك، لا السيرفنج سيل ولا النيبرز، تمام؟ طيب وكمان افهم انك عمرك ما تعرف تقيسها للنيبرز. ليه؟ لان النيبرز دول انت مالكش علاقه بيهم خالص، انت كل الفكره انك واقف بتشوف، بس بتشوف فقط البي سي اتش فريكونسي من من السيل اللي جنبك، انما انت مش بتاخد منها تي سي اتش ويتبعت لك عليها ترافيك فتقوم تقيس البيت ايرور ريت وتستنتج الار اكس كوال. مفيش الكلام ده، الكلام ده يحصل فقط في السيرفنج سيل. عشان كده وانا باجي اقول لك، بقول لك بنقيس الار اكس كوال للسيرفنج فقط وما بنقيسهاش للنيبرز لهذا السبب، لان الار اكس كوال مبني فيه حسابه على ان في بيت بيتس بتتبعت. طب البيتس بتتبعت على ايه؟ على تي سي اتش. طيب هل انت بتاخد تي سي اتش من النيبرز؟ لا، انت فقط شايف فريكونسي منهم فقط، انت مش كونكتد بفريكونسي منهم، انت شايفه، مجرد شايفه، مش بتبعت لك ترافيك، مش بتاخد تي سي اتش، تمام؟ حلو. فالار اكس كوال بتتقاس فقط للسيرفنج وبتتقاس ليك وانت اكتف مش وانت ايدل. عشان كده السيري سيلكشن مبني في حساباته على ليفل فقط، لانك ما بتقيس ار اكس كوال في الـ في الايدل، يعني يعني وانت ايدل ما بتقيس ار اكس كوال. وغير كده وكده اصلا انت مش هتعرف تقيس الار اكس كوال للنيبرز لو انت اكتف ولو انت ايدل، مش هتعرف تقيس لها. فالار اكس كوال هنا ملوش اي معنى، ملوش اي اعتبار لو انا بتكلم ولا ايدل، لانك لا هتقيسه للسيرفنج ولا هتقيسه للنيبرز، لان قياسك ليه معتمد على ان في تي سي اتش معاك، وانت ما معكش تي سي اتش وانت ايدل اصلا خالص اصلا. فالسيري سيلكشن مبني على مقارنه ليفل بليفل، تمام؟ وانت ايدل، وانت اكتف هعرف اقيس الار اكس كوال للسيرفنج؟ اه ماشي. طب هعرف اقيسها للنيبرز؟ لا لا. ليه؟ لان انا ما معيش تي سي اتش من النيبرز، فمش هعرف اقيس الايه الكلام ده. حلو. طيب فانت انت بقى بتبعت لو انت اكتف بتبعت الريبورت ده، بتبعت الريبورت ده اللي هو فيه الار اكس ليفل الار اكس كوال للسيرفنج و الار اكس ليفل للنيبرز، بتبعته في ريبورت وتبعته للبي سي سي عشان تستخدمه هي وهي اكتف، تمام؟ طيب تشعبت انا كتير، فالمهم بس فهمت انا اقصد ايه. فهمت انا اقصد ايه بان ايه يعني بي اي ليست، وان هما حاجتين مش حاجه واحده. اقصد يعني ايدل بي اي ليست، واقصد ان هو في حاجتين يعني ايدل بي اي ليست وبي اكتف بي اي ليست، لكن عمليا الناس بتخليهم حاجه واحده، يعني بتحط هنا الفريكونسز نفس الفريكونسز اللي هنا. كويس، فهمنا ايه فائدتها. خليك فاكر بقى الموضوع ده، الله يخليك. ماشي، خليك فاكر ان الموبايل بيتحرك بناء على، بيتحرك سواء في السيرفيس سيلكشن او الهاند اوفر بيزد على الليسته دي، البي اي ليسته دي بجيرانك وجارك، يعني بي سي اتش فريكونسي معين. اتفقنا؟ طيب دول بس المثالين اللي انا كنت حابب اقولهم داخل العمليه بتاعت ان البي سي اتش دي ايه. فهمت انت ايه؟ اهي بقى البي سي اتش دي، بي سي اتش دي ممكن بقى تبقى شايله معلومات كتيره جدا بقى، جدا جدا. اي اجراء الموبايل هيعمله هيبقى محتاج البي سي اتش تساعده، سواء الاجراء ده هو بيعمله بنفسه زي السير سيلكشن او السيل سيلكشن حتى، وحاجه زي الهاند اوفر لو النتورك بتعملها، بس هو في الاخر بيتحرك بناء على توجيهاتنا احنا كايه، كنتورك، تمام؟ اهو انت بقى عندك البي سي اتش معلومات كتيره جدا بقى، تمام؟ كتيره. انا بس ضربت لك مثال بايه، بالحاجتين دول، السي جي اي و البي اي ليست. طبعا السي جي اي وكمان ايه، اللوكيشن اريا ايدنتيتي، خليك فاكر. ماشي، طيب هننتقل للكلام على ايه دلوقتي؟ هننتقل للكلام على تاني تشانل من عيله البرودكاست. شو هما ثلاثه تشانلز، تاني تشانل من عيله البرودكاست اللي هما ايه، الاف سي سي اتش. الاف سي سي اتش هي اخرى برودكاست تشانل، وايه، وداون لينك. كويس، والاس سي اتش هي اخرى برودكاست تشانل، يعني اف سي اتش دي مع معلومات مبعوثه لاي حد في السلع عاوز يسمعها يسمعها، اس اتش برضو معلومات مبعوثه في الداون لينك من المحطه لاي حد عاوز يسمعها يسمعها، يسمعها عشان يستفيد باللي فيها ويستغلها. طيب بص، الاف سي سي اتش والاس سي اتش كلاهما عشان تعمل سينكرونايزيشن مع السيستم بتاعك، مع السيل، عشان تعمل سينكرونايزيشن
بس الاف سي اتش عشان تعمل سينكرونايزيشن في الفريكوانسي، والاس اتش عشان تعمل سينكرونايزيشن في التايم. فدي فريكوانسي سينكرونايزيشن ودي تايم سينكرونايزيشن. تعالى بقى اكلمك على كل واحده فايدتها ايه بالظبط. الاف سي اتش سريعا يعني مش هطول ان شاء الله. تاني شانل عندنا في عيله البرودكاست اللي هي الايه، اف سي سي اتش. اف سي سي اتش اختصار ل فريكوانسي كوركشن channel، اي سي اتش في الاخر تبقى channel كده، frequency correction channel، سي اتش في الاخر بتبقى بتاع كلمه channel. كويس. طيب frequency correction channel وظيفتها ان هي بتساعد الموبايل والموبايلز اللي موجوده في السيل انها تعمل frequency synchronization. كويس تمام. طيب هي اللي بت identify تمام ال BCCH frequency. ايه الكلام ده؟ مش انا قلت لك ان السلاية بتاعتك بيكون فيها، مش انا قلت لك ان السلاية بتاعتك كده بيكون فيها في الداون لينك كذا فريكونسي، مالكم مثلا F1 F5 F8، وقلت لك ان احنا مش كل الفريكونسيز بتكون بتبعت على البرودكاست انفورميشن، فاحنا بنختار كارير منهم كده وليكن ده مثلا F1 وبنبعت على تايم سلوت 0 منه البي سي اتش انفورميشن، صح؟ فبنقوم مسمين الكارير ده اللي هو F1 مسمينه ايه؟ ده بي سي سي اتش فريكونسي او بي سي اتش كارير. والتانيين دول اللي هو التانيين دول التانيين دول اللي هما اللي هما F5 وF F5 وF8 دول كده ايه؟ تي سي اتش فريكوينسيز، يعني مش بس اتش فريكوينسيز. طيب انا موبايل واقف هنا في امان الله كده في السل ورايح افتح، انا موبايل واقف كده وبفتح تمام، وقدامي فريكوينسيز كتيره كده. خد بالك الفريكوينسيز الكتيره دي في السيل بتاعتي والسيلز المجاوره كمان تمام. طيب ومش بس كده، انت هتعرف كمان ان هما مش في السيل بتاعتي يعني مش في السيل بتاعتي والسيلز المجاوره، لا ده بتاعت الاوبريتورز التانيين كمان. الموبايل لما بيفتح بيسكان الباند كله اصلا، الموبايل لما بيفتح ولسه عاوز يبتدي بقى يختار نتورك ويختار سيل ويظبط دنيته دي، ما بيجي يعمل سكان عشان يشوف ايه الفريكوينسيز اللي هو شايفها في المكان اللي هو واقف فيه ده تمام. فبيسكان اون ايه بقى؟ بيسكان اون الباند كله، يعني مثلا باند 900 ميجا هرتز كله، باند 1800 ميجا هرتز كله. طبعا الباند اقصد بيه ببدايته ونهايته، يعني مثلا احنا عارفين باند الاي ال جي اس ام من 890 لحد 915 ده الاب لينك، وفي الداون لينك من 935 960 الارقام اللي قلناها قبل كده. فهو بيسكان بقى الرينج ده كله، رينج 900 ورينج 800 1800 وهكذا تمام. وبعد ما بيسكان بيشوف كل الفريكوانسيز اللي موجوده في المكان ده ايه، فهو هيبان له اف 1 واف 5 واف 8 من السلايه دي، والسلايه الثانيه هيكون فيها اف 10 اف 12 اف 14، والسلايه الثالثه كذا 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 كذا. طب انت شفت انا قلت ايه؟ بيسكان الباند كله. طب هو الباند كله بتاع الاوبريتور بتاعك بس لوحدك ولا بتاع الاوبريتورز الثانيين كمان؟ بتاع الاوبريتورز الثانيين كمان تمام. ودي فايده ان انت تسمع البرودكاست انفورميشن عشان تعرف ايه الام سي سي والام ان سي. فلما تقوم تسمع برودكاست انفورميشن مبعوث على بي سي سي اتش فريكوانسي بتاع اوبريتور اخر غير الاوبريتور بتاعك، فلما تسمع معلومه غير اللي انت عايز تسمعها فتقوم تسيب الكارير ده اصلا خالص تمام. طب انت ليه اصلا سمعت؟ يعني من الاصل كده ليه سمعت الكارير ده وهو اصلا مش الاوبريتور بتاعك؟ يعني ايه الفكره ان انت سمعته؟ سمعته لانك بتسكان على الباند كله، فده كارير من ضمن الباند كله، بس هو صحيح مش تبع الكارير مش تبع الاوبريتور بتاعك اصلا خالص، لكن لكن مضطر تسمعه. ليه؟ لان انت بعد ما بتسمع بعد ما بتسكان على الباند كله وتشوف ايه كل الفريكوينسيز المتاحه في المكان اللي انت واقف فيه بتاعت الاوبريتور بتاعك وبتاعت الاوبريتورز الثانيه وبتاعت السيل دي وبتاعت السيلز الثانيه وكل اللي انت شايفه في المكان انت واقف فيه، بتيجي عامل بقى حاجه اسمها رانكينج، يعني بترتب الفريكوينسيز بقى من ايه؟ من اعلى واحد لاقل واحد. يعني ايه برتب؟ يعني مثلا الفريكوانسي الاف اسمه اف 1، انا وانا واقف في المكان ده شايفه باعلى ليفل. خد بالك الترتيب بتاعك ترتيب ليفل مش ترتيب قيمه الفريكوانسي نفسه،
يعني مثلا الفريكونسي ده مثلا 890، الفريكونسي التاني ده مثلا 900، الفريكونسي اللي بعده ده مثلا 1000، فانت بتيجي مرتبهم من الاعلى اللي هو 1000 وبعدين 900. لا لا لا، انت بترتب الفريكونسيز كليفل، اللي هو اقوى ليفل انت شايفه، مش كقيمه فريكونسي نفسه. فرقوا بقى في الحاجات دي. فانت بت ايه بتسكان اون الباند كله، وبعد ما بتسكان اون بتكون بتمجر كل الفريكونسيز دي، فانت بترتبهم من اعلى واحد لاقل واحد. فاعلى واحد انت بتشوفه كده، اعلى واحد قدامك سي مثلا كان اف 12، ده اعلى واحد، ده اعلى ار اكس ليفل مثلا اللي هو ايه ماينس 60 دي بي ام، والتاني اللي بعده اف 1 اللي هو مثلا ماينس 70 دي بي ام اللي هو اقل منه، وهكذا بقى بترتب. وبعد ما بترتب بتمسكهم واحد واحد. خد بالك، تعرف كل ده بيتم امتى اللي انا عمال احكي فيه ده؟ كل ده في الوقت اللي انت اول ما انت تضغط زرار الباور تشغل الموبايل، لحد ما في الاخر هيظهر لك شبكة 2G واسم الشبكة بتاعت فودافون مثلا وهكذا، والموبايل بقى ايدل كده. كل ده بيتم في الوقت ده، بيتم بس بسبيد عالية جدا. تمام؟ طيب، فانت عملت سكان، وبعد ما عملت سكان طلع لك كل الفريكونسيز دي، فقستهم ورتبتهم، وبعدين بعد ما ترتبتهم تمسك اعلى واحد اللي هو اف 12. ليه بمسك اعلى واحد؟ لان هو يحتمل ان هو افضل سيل. ما انا لما يكون للفريكونسي ده هو افضل فريكونسي انا بستقبل منه ليفل، يبقى يحتمل ان الليفل ان ده افضل سيل بالنسبه لي. تمام؟ طيب، مسكت اف 12، عاوز ادخل بقى جواه ارى البي سي اتش انفورميشن. طيب، ومن ادراك ان ده اصلا بي سي اتش فريكونسي؟ مش يمكن هو مش بي سي اتش فريكونسي اصلا. هتعرف منين؟ هتعرف منين ان اف 12 ده بي سي اتش فريكونسي؟ مش انت عاوز تسمع بي سي اتش انفورميشن؟ طيب، هتسمع بي سي اتش انفورميشن يبقى لازم الكارير يكون بي سي اتش فريكونسي او بي سي اتش كارير. طيب، يبقى لازم حد يقول لك ان ده بي سي اتش كارير. طب انت تعرف منين؟ انا معايا كارير اهو، لازم اعرف الاول ان هو ده بي سي اتش كارير، فلازم علامة مميزة ان الكارير ده بي سي اتش فريكونسي. عارف مين اللي يقول لك كده؟ الشانل دي. الشانل دي هي اللي هتقول لك اذا كان الفريكونسي ده بي سي اتش فريكونسي ولا لا. عارف ليه؟ اقول لك ليه. لان معلومات الاف سي سي اتش، الاف سي اتش شانل دي بتتبعت فين مكانها؟ كمكان بتتبعت في الداون لينك. ايوه ماشي، ما احنا عارفين مش هي برودكاست، وبتتبعت على تايم سلوت زيرو. فين؟ على البي سي سي اتش فريكونسي. هتقول لي ايه ده؟ يعني هي بتتبعت على نفس التايم سلوت اللي بيتبعت عليها البي سي اتش شانل؟ يعني الشانل اللي فاتت دي اللي شرحناها دي اللي هي دي كده، لما جيت قلت لك سبحان الله بتتبعت داون لينك، وبتتبعت كمان في تايم سلوت زيرو، وما بتيجي تتبعت ما بتتبعتش على اي كارير، ده بتتبعت على البي سي اتش كارير، بي سي اتش فريكونسي. احنا كمان بنربط ما بين الاف سي سي اتش اللي هي الشانل اللي بشرحها مع الشانل دي، يعني بحطهم هما الاثنين على نفس الكارير. فلو انت في وقت في اي وقت سمعت الاف سي سي اتش شانل، لو في اي وقت سمعت الاف سي سي اتش شانل على كارير، فالكارير ده بي سي اتش فريكونسي. تاني لو في اي وقت سمعت الاف سي سي اتش شانل سمعتها على مش دي معلومات بتتبعت على تايم سلوت على فريكونسي، صح؟ طيب، الفريكونسي بقى اللي انت سمعت عليه الاف سي سي اتش دي هو ده نفسه بي سي اتش كارير. ليه؟ لان انا مخلي تايم سلوت زيرو في فريم مثلا معين، مش ده كارير، صح؟ مش ده كارير. والكارير ايه؟ تايم سلوت زيرو 1 2 3 4. طيب، تايم سلوت زيرو دي اللي عامله ازمه في الفريم الاولاني، هبعت لك عليها الاف سي سي اتش. طب الفريم اللي جاي هو ما بعت لك عليها البي سي اتش، هو بعت لك عليها الايه؟ البي سي اتش شان. فهمنا ازاي ان نفس التايم سلوت وعلى نفس الكارير وابعت عليه معلومات مختلفه في ديفرنت فريمز، في ديفرنت فريمز. وهو ده بقى اللي انا هشرحه لك بالتفصيل في الجزئيه بتاعه المابنج. خلاص، فانت بص كده، انا عندي اهوت كارير اهو، ماشي، اللي هو البي سي سي اتش فريكونسي. تايم سلوت زيرو منه هنا، تايم سلوت زيرو منه هنا في الفريم الاولاني منها اللي هو فريم زيرو، هبعت لك مثلا الاف سي سي اتش. فانت يوم ما تقرا هنا على تايم سلوت زيرو على الكارير ده معلومات الاف سي سي اتش، انت خلاص تاكد ليك ان الكارير ده
بي سي اتش كارير. ليه؟ ليه؟ لان احنا مش هنبعت الاف سي سي اتش على اي كارير، ده احنا هنبعته على اف 1 فقط. يعني هل انا مش هسمع الاف سي اتش انفورميشن، مش هسمعها على اف 5؟ لا. مش هسمعها على اف 8؟ لا. ليه لا؟ لان انا رابطها بكارير بعينه، لان انا عاوزك تفهم ان يوم ما تسمع المعلومات دي فانت سامعها على الكارير ده اللي هو مبعوت برضو على البي سي اتش انفورميشن. تمام؟ يبقى عندك كارير، الكارير ده عايزين نميزه، نميزه بايه؟ نميزه بحاجه اسمها اف سي سي اتش. فيوم ما انت تقرا الاف سي سي اتش فانت معناه انك قريتها على كارير هو بي سي اتش كارير، يبقى انت تعرف ان ده كارير بي سي اتش مش تي سي اتش كارير. فهمنا يا جماعه؟ خلاص. فانت في فريم 0 مثلا هتقرا اف سي سي اتش، الفريم اللي بعده على نفس التايم سلوت اللي هو فريم 1 مثلا ابعت لك ايه؟ بي سي اتش. طبعا انا اقول لك بالظبط الفريمز والكلام ده اقول لك بعدين. خلاص جميل جدا. تمام، انا بس بضرب لك مثال ان انت على نفس التايم سلوت بس في ديفرنت فريمز وعلى نفس الكارير بتبعت ديفرنت انفورميشن، مره اف سي سي اتش ومره بي سي سي اتش. خلاص. طيب وهو الموبايل يعني يوم ما يسمع الاف سي سي اتش كده على بي سي اتش على بي سي سي اتش كارير فيقوم يعرف ان ده بي سي اتش كارير، هيعرف ازاي برضو؟ يعني هل المعلومات بتاعت الاف سي اتش دي معلومات مميزه قوي؟ اه. هي الاف سي اتش معلومات مميزه ازاي يعني؟ هي ايه اصلا؟ عباره عن ايه الاف سي اتش دي؟ عباره عن ايه؟ مش زيروز وانز معلومات؟ والبي سي اتش ايه؟ مش زيروز وانز؟ مش كلهم زيروز وانز؟ حتى لو بتبعت كلام مش زيروز وانز؟ مش كلهم زيروز وانز؟ اه. ما بص الاف سي اتش دي شكلها مميز جدا، عباره عن 142 زيرو، يعني التايم سلوت 0 دي هبعت عليها 142 0 ورا بعض. هي التايم سلوت فيها كام بيت؟ التايم سلوت ببعت فيها كام بيت؟ 156 وربع بيت. انا هاجي على 142 0 هاجي على 142 بيت ورا بعض واجيب خليهم كلهم زيروهات 0 0 0 0 0. فالموبايل وانس ان هو شاف تشانل فريكونسي مبعوت عليه 142 0 ورا بعض يفهم على طول ان دي اف سي سي اتش، ويفهم كمان ان دي تايم سلوت زيرو، ويفهم كمان ان ده بي سي اتش كارير، كله من معلومه واحده كده. عمل سينكرونايزيشن ولا ما عملش سينكرونايزيشن؟ عمل سينكرونايزيشن وعرف كمان ان ده بي سي اتش كارير. طيب هيجي مثلا على اف 5، خلينا نفترض جدلا يعني، خلينا نفترض جدلا جدلا يعني ادينا بنجادل ان هنا مثلا ان كان طلع اعلى، وانت بعد ما عملت سكان ومش عارف ايه والكلام دوت طلع لك اعلى كارير كان اف 5، اعلى كارير يعني اعلى باور مثلا ماينس 50 دي بي ام، وانت هتدخل تمسك اف 5 ده وتحاول تقرا المعلومات اللي عليه، فتيجي تبص ما تلاقيش عليه 142 زيرو، هتيجي اعمل ايه؟ رامي الكارير ده في الزباله وداخل على الكارير اللي بعده اللي هو اف 12. طب لو اف 12 ما طلعش بي سي اتش فريكونسي لان مش بيتبعت عليه الاف سي سي اتش، هتيجي داخل على الكارير اللي بعده وهكذا. فانت بتستدل ان ده بي سي سي اتش كارير ولا لا بان بيتبعت عليها ايه؟ اف سي سي اتش اللي هي عباره عن 142 زيرو ورا بعض. وبعدين قدام وانا بشرح لك البيرستس، انواع البيرستس، مش انا قلت لك ان في خمس انواع البيرستس؟ في نوع منهم اللي هو شكل التايم سلوت ايه لو بيتبعت على الاف سي اتش، هوريك شكلها عامل ازاي هتعرف ان فيها 142 زيرو. فهمنا الاف سي اتش فايدتها ايه؟ فايدتها تعمل لك سينكرونايزيشن وتعرفك ان ده بي سي اتش فريكونسي. خلاص. طيب فاضل الشانل الثالثه اللي هي الايه؟ الاس سي اتش رقم 3، الاس سي اتش شانل. الاس سي اتش شانل اللي هي ايه؟ اللي هي سينكرونايزيشن شانل، هي اسمها كده سينكرونايزيشن شانل. من وظيفتك من اسمها قصدي كده اسمها ايه؟ سينكرونايزيشن شانل، يعني دي شانل اللي بتعمل لك سينكرونايزيشن. طيب رقم واحد التشانل دي داون لينك، ايوه ماشي عارفين، يعني المحطه اللي بتبعت معلومات السينكرونايزيشن لليوزرز. تاني حاجه انها برضو بتتبعت على تايم سلوت زيرو. تمام، ما انا بقول لك لازم موضوع المابنج ده تدرسه، انت عمر الصوره بتاعت التشانل ما هتكتمل في دماغك من غير ما تدرس وظيفه كل تشانل ايه ومعناها، وبعدين هاو تو بقى ان انا التشانلز دي بتتبعت على تايم سلوتس. طب لو انت عندك كذا تشانل زي ما انا بتكلم كده، عندك البي سي اتش والاف سي سي اتش والاس سي اتش كلهم بيتبعتوا على نفس الكارير، خد بالك بيتبعتوا كلهم على نفس الكارير اللي هو البي سي اتش كارير،
وبتبعته كمان على نفس التايم سلوت. طب ازاي ده يحصل؟ بيحصل ان هما في ديفرنت فريمز، الفريم المره دي على التايم سلوت ده على الكارير ده هبعت عليه كذا، المره الجايه هبعت معلومه تانية، المره الجايه هبعت معلومه تالته. ما هي كلها معلومات، كلها لوجيكال تشانلز. طيب فانت اس سي اتش بتبعت برده على تايم سلوت زيرو. طيب ال وظيفه ال اس سي اتش ان هي بتعمل لك تايم سينكرونايزيشن. احنا فهمنا يعني ايه، فهمنا يعني ايه فريكوانسي سينكرونايزيشن. فريكوانسي سينكرونايزيشن هيعملها لك مين؟ الشانل دي. انما تايم سينكرونايزيشن هيعملها لك مين؟ الاس سي اتش. الاس سي اتش الاس سي اتش بيبقى متشال عليها معلومتين، يعني الشانل التايم سلوت زيرو لو كانت محمله، تايم سلوت زيرو اللي هي الفيزيكال شانل لو كانت محمله وقتها باس سي اتش شانل، فالموبايل لما يسمع الاس سي اتش شانل دي بيطلع منها بمعلومتين. المعلومه الاولى اسمها التي دي ام اي فريم نمبر. يا فاكر التي دي ام اي فريم نمبر؟ شرحتها امتى دي؟ شرحتها وانا بشرح لك النتورك ستراكشر، اما كنت بعرفك عمليه السايفرنج ساعه لما قلت لك ان في الجوريزم اسمه اي 5، والاي 5 ده هو الالجوريزم اللي بنشفر بيه. فبيبقى له 3 انبوتس، الانبوت الاولاني اللي هو الداتا اللي عاوزين نشفرها، تاني حاجه الكي اللي هنشفر بيه اللي هو الكيسي، الانبوت التالت كان التي دي ام اي فريم نمبر. تمام، دي تاني مره او تالت مره نذكر فيها التي دي ام اي فريم نمبر. وعلى فكره انت حتى الان ما تعرفش ايه هو التي دي ام اي فريم نمبر، ومش هتعرف التي دي ام اي فريم نمبر الا لما تدرس المابنج. عمال كل شويه اقول مابنج مابنج اهوت عشان تعرف ان هو مهم. كويس، فاول حاجه التي دي ام اي فريم نمبر. رقم اتنين معلومه تانيه اسمها البيزك، كل الحروف كابيتال. البيزك دي اختصار لبيز ستيشن ايدنتيتي كود. بيز ستيشن ايدنتيتي كود ده من احد الايدنتيتيز اللي انت برضو بتديها للسيل. يعني بص، حتى الان السيل بتاعتك لما تيجي تعرفها، لما تيجي تعرفها يعني تميزها، السيل بتاعتك اهو اما تيجي تميزها بتميزها بحاجتين، بي سي سي اتش فريكونسي، بي سي سي اتش فريكونسي او بي سي اتش كارير اللي هو الكارير اللي بيبعت عليه معلومات البرودكاست انفورميشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالبيزك، كل السلايه بيبقى لها بيزك مختلف عن التاني. طيب البيزك ده عباره عن جزئين، يعني رقمين. ماشي، هو عباره عن رقمين. الرقم الاولاني حاجه اسمها بي سي سي، والرقم الثاني حاجه اسمها ان سي سي. بي سي سي يعني بيز ستيشن كولر كود، ان سي سي معناها نتورك كولر كود. كلاهما سواء بي سي سي او ان سي سي بياخد values من 0 ل 7. وماشي، ان سي سي برضو من 0 ل 7. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البي سي سي ده ممكن يكون 0 1 2 3 4 5 6 7، اي رقم من 0 ل 7. يعني ما يبقاش 9 لا، ما يبقاش 8 لا، هو اي رقم من 0 ل 7. وكذلك الان سي سي، خلاص هما الاثنين مع بعض بيكونوا البيزك. يعني انت مثلا ممكن تلاقي البيزك بتاع سيل كده 0 2 ماشي 1 7 3 4، خلاص فهو ده البيزك بتاع السيل. فانت كل سلايه من السيلز اللي عندك بتميز بيه بس اتش فريكوانسي غير البيزك. طب هتقول لي ايه؟ طب ما انا عندي سيلز كتيره قوي. هتقول لي عندي سيلز كتيره قوي، مستحيل ان ارقام من 0 7 و 07 تقدر انك تغطي بيها كل السيلز. افهم بقى ساعتها ان انت بتعمل ريبيتيشن. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندك سلات كتيره جدا جدا واخدين نفس البيزك ده اللي هو 02، بس تتاكد تماما ان كل السيلز دي بعيده عن بعض، مش قريبين من بعض. تمام، يبقى انت سيل مثلا اللي هي بيزك 02، في سيل تانية كمان اللي هي سيل بيزك 02، ده اكيد هيحصل بس هما بعيد عن بعض. تمام، بس هي في الاخر حاجه ايه؟ حاجه بتايدنتيفاي السيل زيها زي البي سي اتش فريكوينسي بالظبط. تمام، طبعا له اهميه بس الناس بقى بتاعت الاوبتمايزيشن هي اللي بتبقى عارف اهميته.
خلاص، بس احنا هنا مش هندخل في تفاصيل اكتر من كده يعني. تمام. فالمهم ال اس سي اتش بتبقى شايل عليها معلومتين، ال تي دي ام اي فريم نمبر والبيزك. تمام، خد بالك بمعرفتك لل تي دي ام اي فريم نمبر انت بتبقى سينكرونايز مع السيستم، يعني وانس ان انت عرفت رقم الفريم اللي احنا بنعد فيه دلوقتي كام كده، انت عملت سينكرونايزيشن في التايم. تمام، هتفهم اهميتها مع المابنج باذن الله، يعني عشان بالظبط تعرف هو يعني بالظبط بنستفيد بيها في ايه. تمام، بس هما دول المعلومتين اللي متشالين على الشانل دي وانس ان انت سمعتها. طيب سؤال بقى دلوقتي، ايه ترتيب الشانلز دي في السماع؟ يعني الموبايل المفروض يسمع ايه الاول، يدور على انهي شانل فيهم، ثم ايه ثم ايه عشان يبقى ايدل. بص، رقم واحد دي عشان دي هتعملك فريكونسي سينكرونايزيشن، وتقول لك الفريكونسي اللي انت بتسمعه دلوقتي ده اذا كان هو بي سي سي اتش فريكونسي ولا لا، عشان لو مش بي سي سي اتش فريكونسي خلاص يعني الموبايل قافل وبيفتح. تمام، فهو محتاج يسمع كاريرز، الكاريرز دي تكون بي سي اتش فريكونسيز مش تي سي اتش فريكونسيز، لان هو مش هيستفيد حاجه لما يسمع تي سي اتش فريكونسيز، لان هو مش مبعوت عليهم برودكاست انفورميشن وهو عاوز يسمع برودكاست انفورميشن. فرقم واحد ده تمام، هتعمل لك فريكونسي سينكرونايزيشن وتعرفك ان الكلام اللي انت بتسمعه حاليا دلوقتي ده ايه، هتعرفك ان هو ايه بي سي اتش فريكونسي. تمام، خلاص انا عرفت ان هو بي سي اتش فريكونسي. ممكن لو سمحت بقى تعمل سينكرونايزيشن في التايم، فانت محتاج تسمع دي تاني، دي بعد كده يعني دي تاني تشانل محتاج تسمعها اس سي اتش. خلاص عرفت منها ايه، عرفت منها تي دي ام فريم نمبر، وعرفت ايه البيزك بتاع السيل. كده انت سينكرونايزد. رقم واحد تبقى سينكرونس مع السيستم، رقم واحد ما ينفعش تتعامل مع السيستم ومع السيل من غير رقم واحد تبقى سينكرونايزد. تمام، يجي بعد كده بعدين بعد ما تبقى سينكرونايزد في التايم وفي الفريكونسي، بعدين بقى ايه اقعد بقى حضرتك اسمع البي سي اتش براحتك، خلاص هتسمعها مظبوط وتسمع اللي انت عايزه. تمام، يبقى الترتيب بتاع الشانلز عشان تبقى انت اسمك ايدل، الترتيب بتاع الشانلز عشان تبقى ايدل. ايدل يعني ايه؟ انا مثلا قافل موبايلي وبفتحه. حلو، اول حاجه اف سي سي اتش، قريت الاف سي سي اتش، منها هسمع الاس سي اتش، ومنها بعد كده اسمع البي سي اتش. وانس ان انت سمعت البرودكاست انفورميشن خلاص انت عرفت السيل شغاله ازاي، حالتك كده بقت ايدل. يعني ايه حالتك بقت ايدل؟ يعني انت جاهز ان انت لو عاوز تعمل كول او تستقبل كول تعرف تعمل كده، تعرف بقى تتنقل للتشانلز التانية بتاعت الكومن كنترول والديديكيتد والقصة دي. تمام، شايف الترتيب ده؟ شايف الترتيب ده انك بتسمع دي الاول ثم دي ثم دي. افهمه واعرفه كويس ان هو لوجيك ومنطق، عشان لما تروح تعرف المابنج اللي انا مصدر دماغك بيه تعرف ان هما بيعملوا مابنج، يعني تعمدوا ان هما يحطوا لك بالترتيب ده، عشان انت محتاج تسمع دي الاول ثم دي ثم دي لنفس الاسباب اللي انا قلتها من شويه. خلاص، طولنا النهارده بس مهم جدا النهارده. تمام، مهم قوي، مش مشكله خالص انك تسمع الفيديو ده مرتين ثلاثه، مش مشكله خالص. المره الجايه تبقى اهون شويه، مش التفاصيل مش كتيره كده، والله المستعان، وذاكر كويس، وشوفك المره الجايه ان شاء الله.